فان احنا نقول احنا اللي بينورنا ويتالق معانا من جلسه لجلسه استاذ دكتور عاطف بلتاجي استاذنا كلنا الحقيقه، فهو يتفضل مشكورا ويقدم المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم، بشكرك يا دكتور اسامه وبشكر كل التيم بتاع قسم العظام مستشفى النيل على استمراركم في موضوع التيتشينج اونلاين تيتشينج. ربنا يا رب يوفق وان شاء الله نكمل منهج العظام تقريبا كله. ارجع واقول تاني، النهارده من اصعب الايام اللي انا بقدم فيها سبيكر، لاني مش عارف اقدم الدكتور اسامه الشاذلي بايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، يعني اقدمه كاستاذ بطب عين شمس، ولا اقدمه كرئيس وحده القدم والكاحل بطب عين شمس، ولا اقدمه واحد من فرسان الجمعيه المصريه للقدم والكاحل، ولا اقدم الاديب ولا الشاعر ولا الباحث في التاريخ، يعني حقيقي مش عارف اقدمك بايه يا اسامه. كل اللي هقوله ان انا متوقع ان شاء الله محاضره على المستوى اللي انت دايما معودنا عليه، وبتمنى لك دايما التوفيق يا اسامه في كل شيء، وربنا يحفظك ويحفظنا جميعا من البلاء اللي احنا. اتفضل يا دكتور اسامه. دكتور عاطف، يعني مش عارف ازاي على التقديم الجميل دوت، يعني بس أستاذي وأنا تلميذك وابنك مدربه من أول ما دخل قسم جراحة العظام، فطبيعي أنك تدلعني شوية في الكلام يعني، بس بشكرك يا دكتور عاطف والله بجد على الكلام الحلو ده. بشكر الدكتور أسامة عبد الرشيد واسم جراحة العظام في مستشفى النيل في الحقيقة على المجهود العلمي الكبير اللي هم بيعملوه في عدد الويبينارز اللي ابتدى يتعامل دلوقتي بقى كتير، وبيقدم خدمات جميلة قوي وبينشر علم بطريقة ممتعة بصراحة. اختيار السبيكرز والتنظيم الجيد للشركات السبونسر ومعنا شركة إليكسير، بنشكرها برضو على التنظيم الجيد ده وتوفير البلاتفورم وتوفير التسجيل ورفع المحاضرات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. كل الحاجات دي في الحقيقة يعني تستحق الشكر والتقدير من المقيمين عليها. في الحقيقة دكتور أسامة لما قال نبدأ مع بعض حاجة، هو طلب مني حاجة تكون ميدواي كده ما بين الأدفانسد ليفل بتاع الفوت اند أنكل سيرجنز وما بين البيزك ليفل، فإحنا اخترنا نبدأ الأول بالهالوكس بالجاس على اعتبار إن دي واحدة من ضمن الكومن بروبلمز اللي بتظهر بتقابلنا كتير في العيادات وبتواجهنا كتير، غير ان الابديتس فيها كتير قوي والميثودز اوف تريتمنت والدياجنوزس والحاجات دي كلها بتتطور يوم عن يوم. النهارده هناخد ان شاء الله باذن الله موضوع الهالوكس فالجاس من ناحيه الباثوميكانكس بتاعته دياجنوزس، ونشوف البرنسبلز بتاعته اوف تريتمنت، وان شاء الله يبقى الموضوع يعني مفتوح برضو للنقاش والاسئله في اثناء المحاضره، بحيث ان هي تبقى انتر اكتيف ديسكشن، واللي عنده سؤال يقدر ان هو يكتبه على الكويستشنز اند انسرز وان شاء الله باذن الله نجاوبه عليه. يعني خلينا نقول ان لو حبينا نقول ان الهالوكس فالجاس، يعني سالنا ايه هو تعريف الهالوكس فالجاس، هنلاقي كتير هيقولوا سيمبلي كده ان هي عباره عن مجرد اللاترال ديفيشن اوف ذا بيج تو، ان البيك تو بيدخل على الاتجاه الديفيشن اوف البيك تو. في الحقيقه ده السيمبل بس فورم اوف هالوكس فالجاس، انما الهالوكس فالجاس از ا مور اند مور كومبلكس بروبلم، ممكن تبقى سيفير ديفيشن اوف البيك تو اب تو سبلكسيشن اند برونيشن اوف ذا بيك تو، مش بس مجرد ان هو ديفيشن بسيط سيمبلي، وممكن يكون مور اكستنسيف لدرجه انه يبدا ياثر على الليسر توس ويعمل لي ليسرتوز ابنورماليتيز. وزي ما قلنا دي كومن بروبلم وبتوصل تقريبا 28% من الادلتس اوفر ذا ايج اوف 40 بيجي لهم هالوكس فالجاس. فشوف قد ايه عدد الحالات اللي ممكن تقابلها وبتجي لك. كان في مره قبل كده ميتنج بتاع فوت اند انكل، وكان في واحد من السبيكرز كان جاي من تشيلي وكان بيقول انا بشتغل فور فود فقط. تخيل يعني مش بس فوت اند انكل، لا ده بياخد فور فود فقط، وبيقول يعني من ضمن الضحك اللي بيقول I made a wealth from the big two، يعني عملت ثروه وبنيت بيتي والحاجات دي كلها من الصباع الكبير بس ومن الشغل اللي بيبقى موجود في الصباع الكبير. النهارده في المحاضره دي هنحاول نفهم الباثوميكانكس الباثوفيسيولوجي بتاع الهالوكس فالجاس، نحاول نشوف الكلينيكال راديولوجيكال ايفالويشن بيتم ازاي، نعرف الانديكيشنز اوف سيرجري،
والسيرجيكال بلانينج ازاي هعمل العمليه وامتى اعملها، وندي بعض السيرجيكال تيبس لبعض عمليات الهالوكس فالكس. تمام. طيب خلينا الاول نقول الايتيولوجي، ايه اللي بيخلي يحصل عندنا هالوكس فالكس. الحقيقه الايتيولوجي اوف هالوكس فالكس از مالتي فاكتوريال، ونقدر نقسمها الى نوعين او تو كاتيجوريز. اول حاجه في حاجه بنسميها انترنسيك فاكتورز، تاني حاجه في حاجه اسمها اكسترنسيك فاكتورز. الانترنسيك فاكتورز دي حاجات بلت ان موجوده في العيان بتخليه عرضه ان هو يجي له هالوكس فالكس. اول حاجه هي الجينيتك وهنتكلم عنها بالتفصيل، تاني حاجه الاستراكشر اوف مال الاينمنت، تالت حاجه ان هي تكون سكندري لديفورميتي في الفوت زي البيس بلانو فالجاس، يعني يكون في هايند فوت ديفورميتي وتعمل لي فور فوت دريفن ديفورميتي، واخر حاجه ان بعض النيورو ماسكولار ديس اوردرز بيحصل معاها هالوكس فالكس. اما الاكسترنسيك فاكتورز فهي بعض العادات اللي ممكن يكون العيان بيعملها تعمل اجريفيشن للسيمبتوم، واحده طبعا من الحاجات المشهوره قوي الفوت ويرز اللي هي قالوا ان البيرفيت البوبليشن الاماكن اللي بيمشوا حافيين زي الرورال ارياز او في الاماكن الاقاليم او كده او الشعوب اللي ما بتلبسش غير سليبرز بيبقى نسبه الهالوكس فالفس فيها بتبقى اقل بكتير من الناس اللي بتبقى بتلبس ستايل شوز او البوكس شوز او الحاجات اللي هي بتبقى نارو بوكس شوز بيبقوا اكثر عرضه ان هم يجي لهم النوع دوت من الديزيزز. طيب نبدا اول انترنسيك بروبلم بتبقى موجوده عندنا وهي جينيتك فاكتورز، وفي الحقيقه الفاميلي هيستوري اوف هالوكس فالجاس بيبقى فيري كومن وبنلاقيه بيوصل 90% من الحالات بتبقى فيها فاميلي هيستوري. ودي مثلا اكزامبل حاله كانت موجوده عندي في العياده، دي الجده اللي على الشمال الجراند ماذر، ودي المذر ودي الدوت. تخيل بقى ان دول الثلاثه دول كانوا نفس العيله، الام والبنت والجده، ودايما كانت البنت الصغيره تسال مثلا انا يعني بريشن ممكن اوصل ايه، قال لها بصي على رجل تيتا الشمال دهيت انت بعد شويه هتلاقي نفسك بشكلها. فهو لقوا فعلا ان في فاميلي هيستوري هايو بوزيتيف في عدد كبير، وفي سنة طلعت على طريقة الجينيتك انهيرتنس بتاعت الهالوكس فالجاس، ولقوا ان الباترن اوف انهيرتنس فيها بيبقى اسمها الدوميننت انهيرتنس، وعلشان كده بيبقى كومن ان فاميليز وبيبقى اكتر في الفيميلز اكتر من الميلز. ما يمنعش ان بنلاقي بعض الاحيان رجاله بيبقى عندهم هالوكس فالجاس، بس الغالبيه العظمى من البيشنتس بيبقوا فيميلز. الحاجه الثانيه في الاستراكشرال مال لايف في الانترنسيك فاكتورز الاستراكشرال مال الاينمنت، وهي حاجه بنسميها الميتاتارسس برايمس وارس، وفي الحقيقه هي دي السورس اوف اول ايفلز، يعني دي بدايه المشكله. ان بيحصل ايه؟ بيحصل شيفت للفيرست ميتاتارسل ان مور ميديال بوزيشن، تروح ان مور فارس بوزيشن. تمام. لو بصينا على الصوره اللي موجوده قدامنا ده النورمال شيب بتاع الكات سيكشن بتاعت الفيرست ميتاتارسل، هنلاقي الفيرست ميتاتارسل هيد از ريستنج على التو سيسامويدز، وبتبقى السيسامويدز دول ماسكين مع الاذر ميتاتارسلز بحاجه بنسميها الانتر ميتاتارسل ليجامنت، وبتبقى ماسكه مع الفيرست ميتاتارسل بحاجه اسمها الميتاتارسو سيسامويدال ليجامنت، فبتبقى عامله كده زي ملجماها من ناحيتين، والفيرست ميتاتارسل بتبقى موجوده ريستنج فوق التو سيسامويدز. اللي بيحصل اكتوالي ايه؟ هو شيفت للفيرست ميتاتارسل اوفر ذا سيسامويدز، عشان في بعض الناس بتقول ان بيحصل سيسامويد شيفت، لا هو مش سيسامويد شيفت، هو اللي حصل ان الفيرست ميتاتارسل هيد اتحركت واتنقلت وراحت على اتجاه مور فيروس بوزيشن راذر ذان الايه؟ راذر ذان النورمال بوزيشن فوق السيسامويدز بول. ده اما بيحصل عندي في ميتاتارسل برايمس فيروس بتتنقل الفيرست ميتاتارسل هيد بالمنظر ده، ويبدا بقى يحصل كل الكونسيكونسز بتاعت الهالوكس فالجاس. الاقي الانتر ميتاتارسل ليجم ده بقى مور تايت، اللاترال كبسول واللاترال سيسامويدو ميتاتارسل ليجمنت يبدا يبقى مور تايت، الميديال سيسامويدو ميتاتارسل ليجمنت يبقى اوفر ستريتشن، الهيد تبقى برومينانت ويبدا يحصل فريكشن ويعمل البانيون ويعمل المشكله دي. ودي صوره جميله قوي لواحد من الاناتومست المشهورين قوي في فوت ذا انكل بوجولانو، دي موضح كات سيكشن في كاديفر فيها هالوكس فالجاس، وبص على الميديال كبسول والميديال ليجمنت الميديال سيسامويدو ميتاتارسل ليجمنت اوفر ستريتشد قد ايه، وبص على اللاترال كومبيرد بي هلاقيه ان هو بيبقى تايت اند كونتراكشر. ده الفيرست
او الموست امبورتنت ديفورميتي اللي بتحصل او الانيشال ديفورميتي اللي بتحصل في الهالوكس فالجس, ان يحصل شيفت اوف ذا ميتاتارسال اوفر ذا سيسامويد. بعد ما بيحصل الشيفت ده بقى كل البايوميكانكس بتاعت الفيرست ميتاتارسال فرينجا جوينت تبدا تتلخبط. طيب بصوا معايا كده يا شباب, دلوقتي ده النورمال ماسل اتاتشمنت والنورمال بايوميكانكس على الفيرست ميتاتارسال فرينجا جوينت. الميتاتارسال فرينجا هي ده اهي ريستنج على الميديال واللاترال سيسامويد, والماسلز دي هي اللي اكتنج على الجوينت. فوق في عندي الاكستنسور هالسوس لونجاس بتشتغل في الميد لاين فيرتيكال, والاكشن بتاعها ايه دورسي فليكشن. في عندي الفليكسور هالسوس لونجاس موجوده برضو في الميد لاين, والاكشن بتاعها بلانتر فليكشن. وعندي الادكتور هالوسس بتعمل ادكشن, والادكتور هالوسس بتعمل ادكشن. وعندي الفليكسور هالوسس بريفيس التو هيدز بتوعها ماسكين في التو سيسامويدز وبيعملوا لي بلانتر فليكشن بالاكشن بتاعها. ده از لونج از النورمال دايركشنز بتاعت الفيرست ميتاتارسال موجوده. اللي بيحصل عندنا في الفيرست ميتاتارسال برايمس فارس ان بيحصل شيفت ان فارس, ومش بس شيفت ان فارس, ده كمان بيحصل شويه برونيشن. تلاقي الميتاتارسال هيد لفت وهي بتبقى في برونيتد بوزيشن بعد ما حصل لها شيفت ان فارس. طب بص معايا بقى على الاكشن بتاع الماسلز على الفيرست ميتاتارسال هيد بعد هذا التغيير الجذري اللي حصل في الفيرست ميتاتارسال هيد. طيب حد يقول لي كده, ايه رايك الاكستنسور هالوسس لونجس دلوقتي الاكشن بتاعها ايه؟ هي في الاول كانت بتعمل اونلي دورسي فليكشن, دلوقتي هتعمل ايه؟ هتعمل دورسي فليكشن اند برونيش اند برونيش, صح كده؟ يعني هتاد وهتبقى مور ديفورمينج فورس, هتعمل مور برونيشن على الفيرست ميتاتارسال فرينجال جويد. طيب بص معايا على الادكتور هالوسس, هي كانت بتشتغل ان وان بلين, كانت بتعمل ادكشن, دلوقتي بقت بتشتغل ايه؟ ادكشن اند دورسي فليكسور, فبالتالي هتعمل لي ايه؟ adding more pronation. تمام, الابدكتور هالوسس هتبقى ايه؟ هتعمل abduction and more plantar flexion. بص على الفليكسور هالوسس بريفيس هتعمل ايه؟ تعمل plantar flexion and more abduction. all these deforming forces اللي ظهر عندي هتنتهي بان تخلي لي البيكتو بعد ما كان just simply مجرد virus deviation بس للفيرست ميتاتارسال, ده بقى فيه pronated abducted hallux اللي هو تعتبر stage 2 من الهالوكس فالجس. واضحه كده يا شباب؟ يبقى اول حاجه حصلت شيفت للفيرست ميتاتارسال, الشيفت اوف فيرست ميتاتارسال ده غير لي الاكشنز اوف ماسلز اللي موجوده حوالين الفيرست ميتاتارسال فرينجال جوين, عمال دي خلاني البيكتو بدل ما كان في فيروس بس هالوكس فالجس بس بقى في برونيتد ابدكتد هالوكس. طيب ده كلام جميل جدا. بعد شويه اما بيبدا يحصل كده بيبدا يحصل ديستربنس للويت بيرنج اللي بيحصل على كل الفور فوت. هو نورمالي ايه؟ نورمالي انا مع الويت بيرنج الفيرست ميتاتارسال فيرست ميتاتارسال فرينجال جوينت ده بيشيل تقريبا كام؟ تلت وزن الجسم, والتلتين متوزعين على بقيه الاربع صوابع بعد كده كل واحد سدس, يعني الكبير ده بيشيل لوحده, ده بيشيل لوحده تلت وزن الجسم, وبعد كده 1/6 او سدس الويت بيرنج بيحصل بعد كده على بقيه الميتاتارسو فالينجال جوينتس بتاعت الديسرتوس. لما بيحصل عندي بقى ديفيشن للبيك تو وبرونيشن بالطريقه دي, الويت بيرنج بالذات اثناء البوش اوف واثناء المشي ما بيبقاش equally distributed زي ما كان, ما عادش الصباع الكبير بيعمل نفس الويت بيرنج لل 1/3 of weight pairing زي الاول. يوم ايه اللي يحصل؟ يبدا يحصل shift of the weight pairing على الليسر ميتاتارسس, ويبدا يعمل stresses عليها ويسبب حاجه بنسميها ايه؟ الترانسفيرد ميتاتارسالج, ان الويت بيرنج ابتدى يتنقل بصوره اكبر ويتنقل على الصوابع الثانيه, وده يخلي فيه مور اند مور ستريسز بتبقى موجوده على الليسر توز, ويبدا يحصل الاذر ديفورميتي على الليسر تو اللي هي بتبقى صوره كلوك واوفر رايدنج اوف ليسر توز او سكند تو في حاجه بنسميها باسم ستيج 3 هالوكس فالجاس, ان هو بقى بس مش هالوكس فالجاس ولا برونيتد ابدكتد فوت, لا ده بقى فيه برونيتد ابدكتد فوت ويز ليسر توز ابنورماليتيز. تمام كده يا شباب؟ واضحه؟
طيب الاكسترينسك فاكتور، احنا اتكلمنا عن النارو بوكس شوز وقلنا ان هي ديت بتساعد على البروجريشن، والدليل على كده ان الفيميل بريدومينانس اعلى لان هم بيلبسوا الهاي هيلز والنارو بوكس شوز، ونسبه الفيميلز للميلز اللي بيحتاجوا كوركتيف سيرجري از 15 to 1. الانشود بوبوليشنز اللي هي الناس اللي بتمشي بسليفرز او بتمشي حافيه بتبقى الناس دي بيبقى عندهم لو بريفالنس ريت. والرول اوف بروجريشن، الرول بتاع النارو بوكس شوز دوت ان هو بيساعد على البروجريشن بس مش الانيشيشن، لازم يبقى في جينيتك فاكتور من البدايه يؤدي لحدوث المشكله دي. طيب نيجي بقى للكلينيكال ايفالويشن. العيان جاي بهالوكس فالجاس، هبدا اعمل اسيسمنت للعيان ده ازاي؟ اهم حاجه وموست امبورتنت ان انا اعرف ايه مشكله العيان ده. خد بالك ان كتير جدا من العيانين بالذات دول فيميلز، والفيميلز بيبقوا اورينتد قوي بالناحيه الجماليه، فبالتالي نسبه كبيره قوي من البيشنتس اللي بيجوا لك دول بيبقى شكوتهم الوحيده او الاساسيه هي كوزموتيك، ان هي جايه بتشتكي ان شكل صباعها مش عاجبها. such cases احنا ما بنعملش حاجه خالص لان هي is not a big problem. انت ممكن تعمل العمليه ويحصل complications. الكوزموتيك بروبلم ما بتخفش لانك انت بيبقى فيه جرح وبيبقى فيه سكار وبيبقى فيه swelling بعد العمليه، فبالتالي انت لو العيان جاي بيشتكي من كوزموتيك بروبلم only we don't do anything خالص، ما بنعملش اي حاجه لعنده، we just keep him just reassurance وحاول تبعد عنه لانك انت مش هترتاح لو عملت له عمليه. انما المشكله الثانيه اللي ممكن يجي منها يشتكي منها العيان، ودي في الحقيقه مشكله تحترم، ان هو يبقى عنده شوير بروبلمز. في بعض في بيت او بعض العيانين بيبقى جاي ومضطر ان هو لازم يلبس حاجه كلاسيك، شغاله في فندق ريسبشنست، شغاله مضيفه، شغاله غيره، او راجل بيلبس شغال في بنك او غيره لازم يلبس جزمه كلاسيك. في الحاله ديت العيان ده بيبقى عنده مشكله، عنده شوير بروبلم، مش عارف يلبس الجزمه، بينفول وبتوجعه او بتضايقه حتى الجزمه بعد ما بيلبسها، يعني طول ما هو مش لابس جزمه كويس. In this case we try to solve this by modifying the shoes of the patient. ابدا ببعض الشوز معينه، وهنشوف دلوقتي في التريتمنت في مختلفه من الشوز ممكن ان احنا ننصح بيها العيان بتنفعه او بيقدر ان هو يلبسها. اهم بقى او الموست امبورتنت وده اللي احنا بنعمله ايفالويشن وتريتمنت، ان يكون البينفول هالوكس فالجس، يعني العيان جاي بيشتكي من مشكله في الهالوكس او من بين في الهالوكس. And in this case we can do to this patient الايفالويشن بتاعنا ونبدا نعمل له التريتمنت بتاعتنا اكوردنج للايفالويشن اللي احنا عملناه. طيب سؤال ممكن يجي لكم كتير في امتحانات الشفوي او في امتحانات الام سي كيو او النظري، يا ترى البين او البين في الهالوكس فالجس ده بيجي منين البين؟ ايه سبب البين ده؟ البين ده ممكن يكون ليه اسباب كتير، ممكن يكون البانيون نفسه بقى انفليمد وعامل بيرسايتس وابتدى يبقى بينفول، ممكن يكون حاجه بنسميها ميتاتارسالجيا اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي ان الويت بيرنج ابتدى يزيد على الليسر ميتاتارسس ويبدا يحصل بين، ان يكون في painful callosities موجودة تحت second toe والcallosity ما بيدوس عليها تبدأ تبقى مؤلمة، أو إن يكون long standing deformity وإن العيان ابتدى يحصل له osteoarthritis في metatarsopharyngeal joints. تمام كده يا شباب، ده كده بالنسبة للcomplaints بتاع البيشن وإحنا هنتعامل معاها إزاي. نيجي بعد كده للtreatment بتاعة العيان. التريتمنت بتاع العيان في نقطة مهمة برضو لازم ناخد بالنا منها، ان انت وانت بتعمل برضو الايفالويشن بتاع العيان خد بالك من حاجة مهمة او two categories of patient. العيانين السكليتالي اماتيور، في كتير من الاحيان بتجيلك بنت لسه 12 سنة او حاجة وعندها هالوكس فالجس ومامتها جايباها. السكليتالي اماتيورز عادة we don't interfere with children below 18 years old. نقل الانسيدنس اوف ريكارنس فيهم بيبقى عالي جدا، هي الديفورميتي بتبقى بروجريسنج بالذات بيفور سكليتال اماتوريتي، فلو عملت كوركشن ايرلي في الاطفال دول بي كيرفول لان في كتير من الاحيان بيحصل ريكارنس مره ثانيه. تمام، غير طبعا انك انت لو عملت شغل اراوند الفايسس سواء البروكسيمال او الديستال في الميتاتارسوفارينجال في الميتاتارسال فيرس ميتاتارسال انت ممكن تعمل فايزيال ايرجري وتعمل مشكله للعيان. فالافضل في السكريتالي اماتيور ان احنا وي دونت دو هالوكس فالجاس سيرجري
في الاسكريتري اماتيور انتل ذا ايج اوف 18. انذر كاتيجوري اوف بيشنتس خد بالك منهم جدا ودول مهمين قوي يا شباب, الدايابيتكس. احنا عندنا كده في جروب اوف في الفود اند اكل كده جروب اوف بيشنتس ليهم سبيشال اللي هم الدايابيتكس دول. وجزء اساسي من السؤال هيستوري بتاعك لازم تسال انا عندك سكر ولا لا. If you don't ask a food patient you are you diabetic or not, this is a fatal mistake. لان طبعا الديابيتكس دول ممكن يكونوا uncontrolled, ممكن يكون معاهم insensible feet ويخش العيان منك في شاركو بعد العملية. في عندي حالة مشهورة برضو اتعمل لها قبل كده Hallux Valgus and she progressed او he progressed لانه كان male, he progressed بعد كده انه حالة شاركو نتيجه لان ما كانش يعني في كيرفول اناليسز او احنا ناخد كويس من العيان. تمام. طيب قلنا لو في التريتمنت بتاعتنا ان احنا العيان لو عنده مشكله في الشوز وده شكل الجزمه عاده بتاع الجزمه الكلاسيك بتاعت الهالوكس فيجاس ممكن نعمل له موديفيكيشن اوف شوز. وفي ديفرنت ستايلز اوف شوز ممكن نعملها بيشن ده اللي هي بتبقى وايد بوكس زي اللي انتم شايفينها دلوقتي دي, او ان احنا بيبقى لو في ميلز بنفتح بعض الشوز اللي بالشكل ده. لو العيان ينفع يلبس سليبر طبعا بنقول له يلبس سليبر بالذات شبشب بعض ده ظريف. المهم في ديفرنت كاتس اوف شوز ممكن العيان ان هو يلبسهم اذا كان ينفع هو يلبسهم بدل الكلاسيك شوز. لو ما كانش ينفع ممكن نفكر للعيان ده ان سيرجري. Before we go for surgery, we have to examine the patient carefully and we have to evaluate him. The points المهمة جدا في الexamination, لازم تشوف الفود ديفورميتي شكلها ايه والدرجة بتاعتها قد ايه, بتشوف اماكن الكالوزيتيز ده ايه, حد يقولك العيان ده عنده ميتاترسالجيا ولا ما عندوش ميتاترسالجيا. وطبعا زي ما هنعرف بعد شوية وجود ميتاترسالجيا دي بتفرق جدا جدا في بعض التكنيكال تيبس اثناء السيرجري هنتكلم عليها بعد شويه. الحاجه الثانيه لازم تفحص الفاسكولار باندل وتشوف اماكن التندرنس موجوده فين. بعد كده لازم نشوف اسسمنت لوكالي للبيك تو, ومهم قوي اشوف الرينج اوف موشن بتاع البيك تو, نعمله اكتيف وباسيف. في الباسيف رينج تاخد بالك من حاجه ان ساعات الباسيف رينج ده في نوعين منه, في حاجه بنسميها الافكت رينج اوف موشن وفي الباسيف رينج اوف موشن اللي هو ان افكت. عيان زي اللي قدامك ده بحرك صباعه فبقدر اقول ان عنده ايه مثلا 40 50 درجه من الدورسيفليكشن, هو نورمال الدورسيفليكشن عندي بيوصل ل 90, عنده 50 60 هو نايم على ظهره كده. بس في الحقيقه هو ده مش الافكتيف رينج لان واحنا عاملين ويت بيرنج واحنا فين على رجلينا والانتر فاشيا استريكشن الويندرس افكت ذيس رينج اوف موشن از ماتش ماتش دمنش. واحنا نورمالي محتاجين افكت اوف موشن انتو 20 ديجريز ل 40 ديجريز افكتيف رينج اوف موشن. لو قلت عن كده العيان ما بيقدرش يعرف يعمل بوش اوف, ممكن بقى نفكر في حاجات تانية ونعتبر ان عنده اثليتيك تشينجز او هالوكس ريجيدس او ليميتد دورسيفليكشن اوف بيك تو. فمهم قوي نشوف الرينج, اشوف الرينج في العين الباسيف رينج, اشوفه الافكتيف رينج موشن, واشوف الرينج موشن العادي اللي هو نون ريبيرنج رينج اوف موشن. اوكي. طيب في تيست مهم جدا جدا جدا, وطبعا اللي بيحضر معانا فود دايما هيسمعني بقول الكلمه دي متكرره دايما, استروكنيمياس والتندو اكيليس هو متهم في جميع امراض الفوت والانكل. ولازم الفوت يعني العيان اللي بيشتكي من فور فوت بين او ميتاتسالجا ممكن يكون عنده تايت تندو اكيليس وبيمشي على فور فوت. العيان اللي عنده اكستنسيف فالجاسيل السبب برضو ممكن يكون في عندي تايت تندو اكيليس. فاغلب الامراض اللي بنشوفها بيبقى في معاها تايت تندو اكيليس. دكتور اسامه. نعم. معلش يعني اتقطع في اخر دقيقه من بدايه الرينج اوف موشن لو حضرتك بس تعيدها. نرجع تاني لحته الموفمنت بتاعت البيك تو يا شباب. احنا قلنا لما نيجي نفحص البيك تو موفمنت في عندي نوعين الرينج اوف موشن الباسيف, في حاجه بنسميها الافكتيف رينج موشن اللي هو بيبقى ويت بيرنج رينج اوف موشن, وفي حاجه اسمها نان ويت بيرنج رينج اوف موشن. لو بص حضرتك على البيك اللي فوق ده العيان بقدر ان انا مجرد بمسك بتاثر بحرك فوق وتحت العيان بيجيب رينج اوف موشن ويتش از نوت باد. بس لما على البيك تو من تحت ما اعمل استريتش للبلانتر فاشيا ان ذيس كيس العيان ده هو لما اجي اعمل له دورس فليكشن
للبيكتو بيبقى في عنده ليميتد دورسيشن بيكتو. احنا دايما اما نيجي نفحص عيان بننا اكتر الافكتيف رينج اوف موشن او الرينج اوف موشن وايل ويت بيرنج. فمهم قوي ان انا ازق البلانتر فاشيا عشان اكريت الويندس افكت, واما احرك الصباع يبقى في عندي اشوف الريال رينج اوف موشن اوف بيكتو. ونورمالي احنا محتاجين من 20 ل 40 درجه دورسيفيكشن عشان نقدر نعمل بوش اوف. لو اقل من كده لان ابقى عنده ليميتد دورسيفليكشن او هالوكس ريجيدس او بالسيتيك رينجز, ذيس كيس اي هاف تو كونسيدر انذر اوبشن اوف تريتمنت. نقطه مهمه جدا برضو لازم نحطها في الاعتبار هي الاكزامينيشن اوف ذا تندون بيس اند كاف ماسل. وزي ما قلت لكم اللي حضر معايا قبل كده محاضرات فوت كتير هيلاقي ان دايما بقول ان التندو اكيلس ده هو السورس اوف اول ايفل, هو عامل مشترك في كتير من اراضي الفوت. يعني العادي اللي عنده ميتا تارسالجيا وهو بيدوس على رجله بيحصل له من قدام ممكن يكون سبب بساطه تايت تندو اكيلس ومخليه بيدوس على الفور فوت اكتر. ممكن يكون العادي اللي عنده فالجاس هيل يكون اللي عنده اجريفيشن للموضوع ان يكون في عنده تايت تندو اكيلس وعمل له فالجاس هيل. عن اللي عنده كيفاس فوت تايت تندو اكيلس وهكذا. يعني فمهم قوي بارت من الاكزامينيشن بتاعي في اغلب مشاكل الفوت ان انا افحص التايتنس اوف تندو اكيلس وافرقه من تايتنس اوف جاستروكنيمياس بتيست مشهور قوي وايه بقى رجاله اسم سيلفر سكويل تيست. ايه بقى موضوع سيلفر سكويل تيست ده؟ بفحص رجل العيان الاول بشوف الدورس فليكشن اوف بيكتو والعيان بالاكستنشن اوف ذا ني وبعد كده بعمل فليكشن اوف ذا ني. لو اتحسن الرينج اوف موشن زي في الصوره اللي احنا شايفينها يبقى موست بروبابلي كان العيان ده عنده اكيلس تايت جاستروكنيمياس ماسل. لو ما اتحسنش يبقى عنده تايت تندو اكيلس ومحتاج تندو اكيلس سنينج او ويلز. تمام يا شباب. طيب مهم جدا برضو ان انا افحص مع حالات الهالوكس فالجاس الديفورميتي اللي بتبقى موجوده في الهايند فوت, لان في كتير من الاحيان اسوشيشن ما بين الفور فوت ديفورميتيز والهايند فوت والميد فوت ديفورميتيز. نسبه كبيره قوي من العيانين اللي بيبقى عندهم بيس بلانو فالجاس او فالجاس هيل بيجي لهم later on four foot pronation and abduction وممكن يبقى معاها هالوكس فالجاس. في ناس بيقول it is not primary cause انما association in all situations, يعني وجود hind foot valgus او extensive flat foot بيaggravated four foot problem, and the same برضو وجود four foot problem بيaggravate البليس بلانس او بيزود الهايند فوت فالجاس. فبالتالي اتس امبورتنت لما يكون في عندي هالوكس فالجاس وفلات فوت اي هاف تو ايفالويت ذا بيشنت كيرفولي واشوف انهي مور سيمتوماتيك عند البيشنت. بوث اوف ذيم سيمتوماتيك اي مي كونسيدر ان انا اعمل كوركشن اوف بوث اوف ذيم ان ذا سيم تايم. اوف وان اوف ذيم از سيمتوماتيك ممكن ابدا بواحده من التو ديفورميتيز وليتر اون اعمل الثانيه. وفي الحقيقه مؤخرا انا بقيت اغلب العيانين السيمتوماتيك بعمل لهم ريكشن ان سيم تايم. زي دي حاله مثلا كان عندها الجاس اكستنسيف وعملت لها ميديال ديسبليسمنت كالكينيان اوستيوتومي توجذر مع الكوركشن بسكارف اوستيوتومي وايك اوستيوتومي, وهنتكلم عن الكلام ده بعد شويه. مهم جدا في الايفالويشن برضو ان انا وانا بفحص العيان اميز من انواع الهالوكس فالجاس اللي بتحصل في العيانين اللي بيبقى عندهم حاجه هايبر موبايل فيستري. ايه الهايبر موبايل فيستري دي؟ كاتيجوري بيشنتس بيبقى عندهم الفيرست تارسو ميتاتارسال جوينت اللي هي ما بين الميديال فور وما بين الفيرست ميتاتارسال. دي جوينت بيبقى هايبر موبايل وبيخلي الموبيليتي دي بتخلي الفيرست ميتاتارسال تو اتين ا فيري هارد فارس بيشن وتبقى الانترتارسال انجل عاليه جدا. وبقدر هايبر موبايل فيرستري ده بكذا حاجه كلينيكال. انت مجرد تمسك وتست الموبيليتي الموجود عليه بتلاقي ان هو بيتحرك بصوره عاليه قوي زي ما انتم شايفين دلوقتي. الانترتارسال انجل عاليه قوي بتشوف الاوبليتي بتاعه ده الفيو ستاندنج فيو. ممكن تشوف برضه الدورسال اوستيفايتس او الدورسال ستيب موجوده و
اتش دي نوتس ان في هايبر موبايل موبايل فيرست بلاي. الهايبر موبايل فيرست بلاي مهم ان انا اشخصه لانك انت لو حاولت تصلح الهايبر موبايل فيرست بلاي مره ثانيه ازاي بنشخص الهايبر موبايل فيرست بلاي. الهايبر موبايل فيرست بلاي بقدر ان انا اشخصه بان بيبقى في انكريز موبيليتي موجود على الترانسميتوتاسل جوينت زي الصوره اللي كانت موجوده شفناها. برضو بيبقى في عندنا الاكس راي بتبين ان في اكسسيف فيرست انترميتوتاسل انجل اللي هو الانترميتوتاسل انجل از فيري هاي. وبقدر ان انا برضو اشخصها بالاوبليكتي اللي موجوده ما بين الترانسميتوتاسل جوينت. نورمالي بتبقى هوريزونتال ساعات الاقيها اوبليك زي المنظر اللي انتم شايفينه دوت. طيب علاج الهايبر موبايل فيرست راي يختلف تماما من العلاج بتاع النورمال هالوكس فالجاس لان التريتمنت اوف تشويس هنا حاجه بنسميها اللابيدوس بروسيجر بنسميها باسم لابيدوس بروسيجر اللي هو بيبقى فيوجن في التاسو ميتاتارسال جوينت. طيب كده النقط اللي انت لازم تاخد بالك منها في النيشن. قلنا اول حاجه الحالات اللي هي بيبقى فيها بيس بلالجاس او الحالات اللي بيبقى فيها تايت تندو اكيليس والحالات بتاعه الهايبر موبايل فيرست راي. نيجي بعد كده لاخر جروب لازم ناخد بالنا منهم اللي هم العيانين اللي عندهم نيورو ماسكولار ديس اوردر او الماسل امبالانس. العيانين دول بيبقى عندهم مشكله في البالانس يعني ساعات بيبقى في كونتراكشر في الادكتورز ولاكستي موجوده في الادكتورز فالمشكله تختلف شويه ما هياش الكلاسيك هالوكس فالجاس. فبالتالي لما اجي اعمل علاج ليها بيبقى الموضوع مختلف تمام. هديكم مثال الولد ده مثلا كان سي بي بس امبيوليتنج سي بي يعني الولد ده كان مريض عندي امبيوليتنج سي بي وادي الشكل بتاع صباع رجله في هالوكس فالجاس هي بسيطه بس عامله له البانيون والبانيون ده من الولد سي بي بيحصل دايما فريكشن مع الشوز وبيبقى بينفول وبتتعبه اثناء الحركه وكده. طيب الاكس راي بتاعت الولد ده هو زي ما انتم شايفين اهو الانتر ميتاتارسال انجل يا دكتور اسامه ما هياش كبيره قوي الهالوكس فالجاس انجل ما هياش كبيره قوي. طيب سؤال يا شباب ده نعالجه ازاي العلاج بتاعه ازاي؟ ها اديكم اختيارات كده واكتبوا في الشات بقى بدل انتوا عمالين تكتبوا في الشات كده الاوستيو اعمل له اوستيوتومي ولا اعمل له سوفت تيشو ريليز ولا اعمل له ترسو ميتاتارسال فيوجن. طيب تمام احمد طه كاتب فيوجن ودكتور عمر فيوجن ورضوان فيوجن. طيب برافو عليكم يا شباب. رغم ان الهالوكس فالجاس هنا قليله ولكن التريتمنت اوف تشويس ان ذيس كونديشن از فيوجن بعمل فيوجن للفيرست ترسو ميتاتارسال. Any osteotomy will be done, it will cause recurrence of the case مرة تانية. فبالتالي الفيوجن هو الأساس. ماشي كده رجالة؟ طيب يبقى ما تنسوش بقى الحاجات الكلينيكال to sum up يعني في الهالوكس فالجاس افتكر في الكلينيكال شكوة العيان ايه؟ هل العيان ده جاي بيشتكي لك من حاجة كوزموتيك ولا بيشتكي لك من حاجة فيها footwear problem ولا بيشتكي لك من pain؟ ولو بين انالايز البين واعرف مكانه فين وبعد كده بي كيرفول في سبيشال سيتويشنز. قلنا السكريتري اماتيور الدايابيتيك بيشنتس لما يكون في كونكوميتنت ديفورميتي موجوده في الهايند فوت او في الليج والتايت تندو اكيليس ما تنساهوش والحالات اللي فيها نيورو ماسكولار ديس اوردر ولا تنسى الهايبر موبايل فيرست راي. يبقى انت لما بتحط في بالك النقاط دي سعادتك بتقدر ان انت تتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل مع الهالوكس فالجاس. طيب هنعمل اسيسمنت بقى للعيان ازاي؟ هنعمل اسيسمنت للعيان بالاكس راي. في نقطه مهمه جدا يا رجاله اي عيان فوت احنا ما بنطلبش نون ستاندنج اكس ريز لازم كل الاكس ريز اللي احنا نطلبها الاي بي واللات انها تبقى ستاندنج فيوز لان الستاندنج فيو از ذا ريال فيو اوف ذا فوت هو بيمشي ستاندنج مش بيمشي ورجليه متشعلقه في الهواء فاي اكس ري بيعملها وهي نايم از يوسلس لازم تعمل الاكس ري اوف ذا فوت او ذا انكل دايما تبقى اي بي او لاترال تبقى ستاندنج الاوبليكس بتتعمل اوبليكس انما اي بي ولاترال لازم يبقوا ستاندنج. في سبيشال فيوز ممكن نعملها هنا في حاجه مشهوره اسمها سيسامويد فيو
السمويد فيو تقدر تعملها بطريقتين. الطريقه اللي على الشمال دي ان الفيلم بيبقى محطوط، العيان بيبقى نايم برون، وبتبقى عامل هايبر دورسيفليكشن للبيكتو، والبيم بيجي من فوق على التانجنشيال مع الترس ميتاتارسال جوين، هيبين لي الصوره اللي احنا شايفينها فوق دي. بستفيد من الصوره ديت في ايه؟ بستفيد من الصوره دي في اكتر من حاجه. بشوف البوزيشن اوف سيسامويدز موجوده ازاي، هل هي ترانسليتد وترانسليتد قد ايه، بالذات الميديال سيسامويد، وده بيفيدني في الايفالويشن بري اوبراتيف وفي الايفالويشن بوست اوبراتيف، بعرف انا عامل ريدكشن كويس ولا لا، وايفن انترا اوبراتيف طبعا. الحاجه الثانيه بتوريني الليفلز اوف ذا ميتاتارسال هيدز، الليسر ميتاتارسال 2 لحد 5، ولو في واحده بروميننت شويه اقدر افهم كده ان في عندي ميتاتارسالجيا ممكن تكون موجوده نتيجه into one of the metatarsal head. يعني لازم كل الأربعة metatarsals اللي موجودين في الصورة اللي على الشمال دي يكونوا على نفس الخط، لو واحدة more prominent يبقى ده ممكن يكون susceptible لميتاتارسالجيا. ممكن أعمل السيساموييد فيو والعيان supine position بالشكل اللي احنا مورينا مع dorsiflexion of ankle وhyper dorsiflexion of picto، والبيم ينزل tangential بنفس الصورة، لكن أنا بحب الطريقة اللي عش أكتر. تمام؟ طيب اللي بعد كده بقى، احنا في عندنا حاجة بنسميها الميجرمنز علشان احدد بيها الـ يعني الدرجة بتاعت الهالوكس والجس، وعلى اساس هذه الميجرمنز انا بقدر يعني اعرف العين دوت هيبقى فيه عنده درجة هالوكس والجس قدية والمانجمنت بتاعته قدية. التلاتة انجلز مهمين قوي يا رجالة. في حاجة اسمها الانتر ميتاترسل انجل، دي ما بين الفيس والسكن ميتاترسل ونورمالي اقل بالتسم. في حاجه اسمها هالوكس فالجس انجل ما بين الفيس ميتاتارسال والفيرست فالنجز النور ما يقل من 15، وحاجه اسمها ديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس اللي هو دي ام اي اي. الديستال ميتاتارسال انجل ديت دي انا هفتح لكم الفيديو دقيقه بس معلش. دي نقطه مهمه جدا، الديستال ميتاتارسال انجل ديت مهمه جدا جدا ان احنا نعرفها. ايه فايدتها الديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل دي؟ انا لما بشوف انا هعتبر ان دي الفيرست ميتاتارسال وادي الهيد اهي، وبيبقى في عندي اللي عامل ارتكيوليشن فيها البروكسيمال فالنكس بالطريقه دي. الانكلينيشن اوف ذيس انجل از فيري امبورتنت اوف ذيس ارتكيولار سيرفيس. اف ذيس ارتكيولار سيرفيس بقى عندي معوج بالطريقه دي، دي بيعمل لي حاجه بنسميها كونجروانت هالوكس فارجس. لما تبقى معوج يعني العيان حصل له كورونيشن والصباع ابتدى يتعوج، وبقى الارتيكولار سيرفيس هو كمان معوج مع الديستال ارتيكولار سيرفيس بتاع الفينكس، فدي بنسميها كونجروانت ميتاتارسالجيا. وفي حاجه ثانيه ان تفضل الميتاتارسال زي ما هي. ايوه ديستال ميتافيزيال، لا الميتاتارسال اسمها ديستال ميتافيزيال، اسمها ديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل. الحاجه الثانيه ان يبقى في عندي الديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل زي ما هي، بس الجوينت بس هو المعوج، ودي بنسميها congruent hallux valgus. يبقى عشان بس الاسم بارادوكسي شويه، congruent hallux valgus ان congruent hallux valgus ان اتحركت الديستال ميتاتارسال ارتيكولار انجل، incongruent hallux valgus ان هي زي ما هي. فالincongruent hallux valgus ده انا ما بحتاجش اي تصليح على الارتيكولار سيرفيس لان already it is corrected. انما الcongruent hallux valgus ان هو اتعوج مع الديسبليسمنت بتاعت البروكسيمال فالنكس، ان ذيس كيس وين اي كوركت البروكسيمال فالنكس هحصل على شكل انكونجرنت للجوينت، فبالتالي لازم اصلح دوت كمان مره ثانيه بموديفايد شيفرن اوستيوتومي او واحده من الاوستيوتوميز اللي بتصلح الديستال ميتاتارسال ارتيكولار سيرفيس انجل. واضحه النقطه دي؟ علشان بس ناس كتير ما بتبقاش فاهمه ايه كونجرنت هالوكس وايه انكونجرنت هالوكس فالجس. طيب ده كلام نيجي بعد كده بالنسبه للانجلز دي بقى، قلنا ان احنا بنستفيد منها في الجريدنج، فبنقسم الهالوكس فالجس انتو 3 جريدز، مايلد ومودريت وسيفير. والجريدز بتاعتها طبعا كلنا عارفين الدرجات ده هي بتبقى كام. تمام يا شباب؟ طيب نيجي بقى للمانجمنت او الالجوريزم اوف مانجمنت اوف هالوكس فالجس. والالجوريزم ده في الحقيقه انا اللي حاطه، يعني ده الطريقه اللي انا ماشي عليها، وهتلاقي برضو في كتب كتير ماشيه على نفس القصه. اول حاجه لازم اشوف الجوينت اللي موجود عندي ده از ات ارثريتيك اور نوت ارثريتيك. تمام؟ لو الجوينت ده نوت ارثريتيك هبص على ايه؟
هبص على الدرجة بتاعت الهالوكس فالجس، يعني الانتر متاترسل انجل والهالوكس فالجس انجل، لقيتها مايلد اللي هي من 9 ل 12 دي بتاعت انتر متاترسل، او من 15 لحد 25 بالنسبة للهالوكس فالجس انجل مايلد جريد. في الحالة دي اقدر اعمل واحدة من ضمن الاستيوتوميز اللي هم الديستال استيوتوميز، ديستال متاترسل استيوتومي زي الشيفرون استيوتومي، تمام؟ لو هي مودريت، لو هي مودريت في الحالة دي أنا ممكن أعمل حاجة بنسميها ديافيزية الأستيوتومي أو شافت أستيوتومي، وأشهر حاجة ممكن نعملها السكارف أستيوتومي. طيب لو هي سيفير والدرجة بقى كبيرة جدا، in this case I have to do either إن أنا أعمل بيسل أستيوتوميز أو إن أنا أعمل دبل أستيوتومي اللي هو هعمل في ديستال وهعمل بروكسمال، يا اما اعمل حاجه بنسميها لابيدوس بروسيدور او اللي هو الترسو ميتاترسال فيوجن. يبقى ده الحالات النون ارثريتيك، مايلد ولا مودريت ولا سيفير، واكوردنج تو ذا سيفيريتي انا بخطط الليفل بتاع الاستيوتومي فيها. حد هيجي يقول لي طب ليه في المايلد انا بعمل ديستال استيوتومي؟ لان الباور اوف كوركشن اوف ديستال استيوتومي از فيري ماينور. انا بعمل ايه؟ تخيل انت الايد دي كلها كده، لو عايز ان انا لو حركت وعملت بروكسيمال وزقيت هقدر ان انا اعمل باور اوف كوركشن هتبقى عاليه قوي، انما كل ما اكون ديستال ونير تو ذا كورا اوف ديفورميتي الباور اوف كوركشن بتاعتي هتبقى قليله جدا. كل ما اكون بروكسيمال وبعيد عنها الباور اوف كوركشن هتديني مسافه اطول اقدر ان انا اصلح بيها مسافه اطول. دي نقطه مهمه جدا. طيب لو كان ارثريتيك جوينت، لو كان arthritic joint in this case I have to make decision according to the activity of the patient. لو العيان ده old inactive patient بنعمل نوع من أنواع العمليات اسمها الكيلر بروسيدور. عارفين الكيلر بروسيدور؟ الكيلر بروسيدور ده، الكيلر بروسيدور ده إن أنا بعمل resection للarticular surface بتاع proximal phalanx وبعمل interposition soft tissue فيها، فبالتالي زي الريسكشن ارثروبلاستي كده انا شلت مجرد الارتيكولار سيرفيس، فبالتالي الجوينت مش هيبقى بينفول وبحط الكوار شويه وبعدين بشيله والعين بيبدا يمشي. المشكله فيها ان الجوينت بقى فليل، الصباع بقى فليل، الكوك اب ديفورميتي فيها عاليه جدا، ان الباور اوف بوش اوف بتبقى ديمينيشد، فبالتالي ما تنفعش في يونج اكتيف بيشنت، لازم اعملها في عيان يكون روماتويد اولد ايج ما بيمشيش حركته قليله. In this case I can do it. طيب لو كان عندي بقى young active patient هعمل له ايه؟ هعمل له حاجه بنسميها NTB fusion اللي هو بثبت البيك تو بسمكره، تمام؟ وممكن اعمل الارثروبلاستي، بعض الناس بتعملها، بس في الحقيقه الارثروبلاستي الاوتكم بتاعها مش حلو، الكومبليكيشن ريت بتاعها عالي، الاوستيولوسيس فيها كتير جدا، فما عادش بنعملها زي الاول. اوكي يا شباب؟ طيب في بعض البروسيديورز احنا بنعملها على حسب، منها حاجه اسمها الماك برايد ريليز اللي هو اللاترال سوفت تيشو ريليز، ودي مش كل الحالات بنعملها فيها وهنتكلم دلوقتي امتى نعملها. وفي عندنا حاجه بنسميها الايكن اوستيوتومي، ده بيبقى عباره عن ميديال كلوزنج ويدج اوستيوتومي، بنعملها في البروكسيمال فالنكس لما بلاقي ان الهالوكس فالجس انجل ستيل عاليه بعد ما عملت الميتاتارسال اوستيوتومي، تمام؟ ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. ما تنساش الهايبر موبايل فيرست راي بنعمل له اللابيدوس بروسيجر. اوكي يا شباب؟ ده الالجوريزم بتاعنا. عشان كده بقى حضرتك ما ينفعش انك تخش انك تعمل عمليه كده على طول بتاعت هالوكس فالجس غير لما تكون عارف التولز اللي في ايديك. احنا مثلا اما باجي اشتغل ركبه انا في كام عمليه لازم اكون عارفها. لما اكون بشتغل بيدياتريك في الفود في مثلا كذا بروسيدور بعرفه. في الهالوكس فالجس يو شودنت جو ثرو هالوكس فالجس سيرجري من غير ما تكون عارف التكنيكس دي، الموديفايد ماك برايد ريليز، البانيونيكتومي ازاي بتتعمل وايه الرول بتاعها، الشيفرون اوستيوتومي بنعملها ازاي، السكارف اوستيوتومي او اي واحده من الدايفيزير هو الافضل طبعا السكارف، البيزل اوستيوتومي ازاي، اللابيدوس بروسيدور ازاي، الايكن اوستيوتومي ازاي، فيرست ميتاتارسال فيوجن ميتاتارسال فرينجال فيوجن ازاي، وكيلر بروسيدور ازاي. وفي الحقيقه احنا هنجو ثرو التكنيكس دي بسرعه، هندي اكزامبلز ليها بحيث نبقى كلنا عرفنا ازاي ان احنا بنعملها، تمام؟ اول حاجه الماك برايد ريليز او السوفت تيشو ريليز. السوفت تيشو ريليز احنا بنعمله
لما بيكون العيان موجود عنده تايت لاترال استراكشرز بعمل لها اسيسمنت ازاي في بدايه العمليه. بزق الصباع في فيروس, لو العيان ما بيقدرش يجيب اكتر من 30 جريز فيروس في الحاله دي يبقى في عنده تايت لاترال سوفت تيشو ريليز. فبعمل الريليز, ممكن اعمله من انسيجن زي ده, وممكن ان انا اعمله من انسيجن نفس الانسيجن بتاع الميديال انسيجن بتاع الاوستيوتومي العادي. ومجرد ما بعمل الريليز بشوف وبعمل اسيسمنت العيان دوت بيتحرك قد ايه, وهتشوف هنلاقي ان العيان بقى بيجيب اكتر من 6 ديجريز بارس, فيبقى كده الماك برايد ريليز بتاعي مظبوط. خد بالك هتلاقي زمان كان في حاجه اسمها الاوريجينال ماك برايد, هتلاقوه في كامبل وفي بعض الكتب القديمه, اللي هو كان بيجي يقطع الادكتور هالوجس كلها ويجي يعمل لها ري اتاتشمنت مره ثانيه في الميتاتارسال. طبعا احنا ما عدناش بنقطع الكلام ده, احنا بنقطع ايه؟ بنقطع السيسامويدو فالانجيال اكسبانشن. يعني ادي الادكتور هالوسس والفليكسور هالوسس هالوسس بريفيس ماسكين في السيسامويد, ومن السيسامويد بيطلع عندي اكسبانشن يروح ماسك في الفانز. احنا بنقطع عند الاكسبانشن, ما حدش يقطع التندون نفسه. قطع التندون نفسه بيعمل فيروس بوزيشن, يعني ان كان عنده فالجس تخرجوا من العمليه فيروس. فمهم قوي ان انا لما اجي اقطع الحته اللي هي بتاعت السيسامويدو فالنجيال ليجمنت, هو دي المكان اللي بنعمله ريليز, هو واللاترال كبسول. ماشي يا رجاله؟ يبقى ده الماك برايد ريليز, وازاي احنا بنعمل له التكنيك ده بنعمله. زي ما قلت لكم من شويه, ممكن نعمل الماك برايد ريليز من خلال الانسيجن نفسه, مش بسيبريت انسيجن زي ده. بنفتح من سلول انسيجن الميديا اللي هنشتغل فيه, وبعمل ريليز لللاترال سوفت تيشو بالبروس الكبيتور, او بعملها له بالمشرط. اوكي يا رجاله؟ طيب الماك برايد ريليز بيعمل مشاكل. الماك برايد ريليز لا تاخدوا بالكم منه, ما تعملوهوش دايما او روتينلي مع الحالات اللي فيها شيفرون اوستيوتومي. الكومباينيشن اوف شيفرون اوستيوتومي او ديستال اوستيوتومي مع ماك برايد ريليز بيبقى في انكريست انستنس اوف افاسكولار نيكروزس في الهيد, فبالتالي مش دايما نعمل ماك برايد ريليز مع الديستال ميتاتارسال اوستيوتومي بالذات ثرو سيبريت انسيجن. لو عملته ثرو سيبريت انسيجن وفي انذر انسيجن موجود هنا, الانسيدنس اوف افاسكولار نيكروزس بيبقى عالي قوي. فناخد بالنا من ماك برايد ريليز والهاندلنج اوف سوفت تيشو واحنا بنعمل ديستال ميتاتارسال اوستيوتومي. التكنيك بتاع بقى الاوستيوتوميز عموما اغلبها او كلها احنا بنعمله من خلال انسيجن دورسو ميديال. الانسيجن الدورسو ميديال ده بيبقى فيه ميزه كويسه, اولا هو مش ميديال قوي فما بيعملش فريكشن كتير. الحاجه الثانيه هو مش دورسال, فبالتالي ما بيعملش كوزموتيك ابيرنس باد, لان في ناس بتحب الدورسال دايركت دورسال انسيجن ده, فهي از كوزموتيكالي باد ما بحبوش اطلاقا. وبيبقى الاكستنسور هايسوس في سكتك, ويعني انا ما بحبش الدورسال انسيجن. الدورسو ميديال از ذا بيست, لكن تاخد بالك من الدورسو ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا بيك تو, لان ده بيبقى في سكتك اللي احنا شايفينه ده, وممكن ان هو يتعور. كان في بيبر لطيفه قوي كنت راجعتها قبل كده عن البوزيشن اوف ذا الدورسو ميديال كوتينيوس نيرف ان ريليشن تو الاكستنسور هايسوس لونجس, ولقوا ان هو بحوالي من 15 مللي في زون من 9 ل 15 مللي اكوردنج للسيفيريتي بتاع الهالوكس فالجاس. فانت تبقى حريص لما بتبقى في الزون ده هوت وتعمل ديسكشن للنيرف علشان ما تعوروش. الحاجه الثانيه او الاستراكشر ات ريسك الثاني اللي خطير جدا وانت بتعمل الانسيجن ده هو البلاد سبلاي بتاع الهيد. البلاد سبلاي بتاع الهيد بيبقى داخل فين؟ الجانكشن ما بين الهيد وما بين النك بتاعت الميتاتارسال. فالحته اللي عليها السهم دي يو شود نيفر جرو through this area بسكالبل او بنايف او بكوتري, لانك انت لو عورت البلاد سبلاي من هنا بنسبه كبيره العيان ده هيجيله افاسكولار نيكروزس اوف ذا هيد. البانيونكتومي بعد كده احنا بنعمل البانيونكتومي ان احنا بنشيل البانيون. طب سؤال يا شباب برضو عايز اجابه منكم, بس تجاوبوا في الانسرز في questions and answers, ما تجاوبوش في الشات يعني. طيب احنا ايه الليفل بتاع البانيونكتومي؟ اقطع فين؟ اقصى حته اقدر اوصل لها ده انا اقطع فيها, يعني اقطع فين؟ هل في لاند مارك؟ برافو على خالد السيسي, اسرع واحد جاوب.
عند الكريست. شايفين الجروف اللي قدامكم ده؟ الجروف ده اسمه الميديال كريستا. والميديال كريستا دي لاند مارك عندي مهمة جدا. I should never go through lateral to the medial crista. كل القط بتاعي should be medial to the medial crista. لو جيت lateral ليها إيه اللي ممكن يحصل يا خالد يا سيسي؟ اللي ممكن يحصل للعين يحصل له اللي عنده ممكن يحصل له هالوكس فارس ونتيجة للإكسيسيف بانيونكتومي. شاطر يا رضوان. أوكي. بقطع العظمة، تاخد بالك برضو وانت بتعمل قطع العظمة اني ما تعمل بريتشينج للميديال كورتكس بتاعت الفيرس ميتاتارسل لانك انت ممكن تكسرها او تعور. بعد كده بقى نقطة مهمة جدا وكتير منكم بيغفل عنها، سيادتك وانت بتعمل الاستيوتومي سواء هتعمل بقى شيبرون او سكارف او كلام ده كله، انت لو عملت الاستيوتومي احنا قلنا الفيرس ميتاتارسل بيحصل فيها ايه؟ الفيرس متترسل بيحصل فيها فيروس، وتاني يا دكتور اسامه فيها برونيشن. يبقى if you cut وهي في فيروس and برونيشن do you expect مع ترانسليشن ان انت هتعمل ترانسليشن in a good plane؟ لا، انت عملت ترانسليشن in pronated position، فالبوزيشن بتاع ترانسليشن بتاعك هيبقى غلط. first step قبل ما اعمل الاستيوتومي I have to fix the first، وبعد ما اعمل البانيونيكتومي I have to fix the first متترسل in the anatomical position. ازاي بعملها؟ بحط كفة رجل العيان كلها على ايدي وبثبت بكي واير perpendicular للسكند ميتاتارسل زي ما ساعدتك شايف في الايمج فيو اللي قدامك كده. I kept the metatarsal in normal position or wheel-bearing position. فما اعمل الترانسليشن هيبقى الترانسليشن in the correct plane. تمام؟ النقطة الثانية لما بمسكها مع الساكن ميتاتارسل بتخلي الميتاتارسل ممسوكة كويس، فبالتالي ما بيبقاش سايبة وأقدر أعمل القط بتاعتي بسهولة. واضحة كده يا شباب النقطة دي؟ طيب بعد كده حبدأ أعمل الأستيوتومي بتاعتي. إحنا قلنا إن النيوترال بوزيشن إن أنا اللي حط الدايركشن بتاعي بيربنديكولار للواير اللي أنا حطيته، بيربنديكولار للساكن ميتاتارسل. في الحالة دي لو أنا جيت عملت ترانسليشن، تخيل بقى أن أنا كسرت الميتاترسل عند الحرف N ده، عند الخط N ده، وجيت زقتها لاترالي. قل لي كده بقى حضرتك واكتبوا لي في الكويشنز أند أنسر، إيه اللي هيحصل في طول الفيرس ميتاترسل لما أعمل شيفت؟ يعني أنا دلوقتي هل هو هيطول ولا هيقصر ولا هيفضل زي ما هو؟ أنا كسرت دلوقتي parallel للاين N. اكتبوا لي في الأنسر في كويشنز أند أنسر، في questions and answer مش في الشات. No change. شاطر يا رضوان. رضوان بيقول ان مش مايرو بيقول هيبقى فيه لينس. لا يا مايرو مش هيبقى فيه لينس. اللي هيحصل يبقى no change، انا زقتها parallel للخط N ده، فما فيش ultimate change in the lens of first metatarsal. طيب لو انا خدت بقى عوكت ايدي، يعني خليتها directed in a proximal direction in comparison to a line M، يعني خليتها زي line S ده، وجيت قطعت الاستيوتومي بتاعي في هذا الدايركشن وجيت زقتها وعملت translation letter، الاوفر اور لينس بتاع الفيرس ميتاتارسل هيبقى ايه؟ شاطر يا رضوان واشرف، هيحصل ايه؟ هيحصل shortening للفيرس ميتاتارسل، هيحصل shortening للفيرس. طيب لو انا خليت ايدي مش parallel line N، لا خليتها directed distal وجيت عملت translation للdistal fragment زي ما انتوا شايفين كده، ال overall lens بتاع الفيرس ميتاتارسل هيبقى ايه رجالة؟ واضحة بقى، هيبقى lensed، هلاقي ان ال overall ميتاتارسل هتطول. طيب ده كلام جميل جدا. طيب ها انت يا دكتور أسامة، ساعات انا ببقى احتاج اطول الفيرس ميتاتارسل او اقصرها؟ يعني انا هقعد العب في الدايركشن بتاع الاستيوتومي علشان اطول ولا اصل؟ طب بنلعب في الدايركشن بتاع الاستيوتومي ليه بقى؟ افرض ان العيان عنده ميتاتارسالج. ميتاتارسالج معناها ايه؟ ان العيان بيحمل على الليسر ميتاتارسلز اكتر. In this case I need to make a little bit lengthening and plantar flexion للفيرس ميتاتارسل، وبحيث ان اخلي الفيرس تري هو اللي يشيل وزن الجسم اكتر من الليسر ميتاتارسل. تمام؟ وعشان لو حضرتك عيان عنده ميتاتارسالجيا وجيت عملت له نوع من الاستيوتومي وحصل شورتنينج اوف ذا فيرست تري، العيان ده هياكلك بعد العمليه لان الميتاتارسالجيا بتاعته هتزيد، واخد بالك؟ فتاخد بالك وانت بتعمل اسيسمنت للعيان
وانت بالديزاين الاستيوتومي بتاعك والبلين بتاعك. زي ما احنا عملنا تأثير في اللينس بتاع الميتاتارسال، احنا نقدر نعمل تأثير also على البوزيشن بتاع الميتاتارسال، اخليها بلانتر فليكسيد او دورسي فليكسيد. ده الحرف N بتاعي اللي هو parallel to the axis transverse axis بتاع الميتاتارسال. لو انا الاستيوتومي بتاعي in this plane، يبقى انا وعملت translation، يبقى at the end انا ما غيرتش في البلانتر فليكشن دورسي فليكشن of first metatarsal. انما لو خليت ايدي في الاتجاه ده وعملت الاستيوتومي بتاعي وعملت شيفت ترانسليشن لاترالي للجزء البلانتر ده، يبقى الاوفر اول بوزيشن اوف ذا فيرست ميتاتارسال هتبقى ايه؟ بلانتر فليكسيد. طب لو عملت عندي في الاتجاه ده وجيت عملت الترانسليشن، الاوفر اول دايركشن اوف ذا فيرست ميتاتارسال هيبقى ايه؟ هيبقى دورسي فليكسيد. يبقى انا ممكن العب ان انا اعمل اطول او ان انا اعمل بلانتر فليكشن او ان انا اثر على حسب انا العيان مشخصه ايه، العيان عنده ايه ميتاترسالجيا ولا ما عندوش، واقدر العب فيها براحتي زي ما انا عايز. طيب اديكم مثال لحاله دلوقتي، دي حاله بتاعه شيفرون اوستيوتومي زي ما انتم شايفين، هناخد الفيديو بتاعها. ده جا اكزامبل للاوستيوتومي، عملنا الدورسو ميديال ابروتش، اخذنا بالنا وعملنا ريتراكشن للدورسال ميكوتينيوس نيرف اللي هو قدامنا ده هوت، وناخد بالنا منه، وبعد كده فتحنا الكبسول. عادة أنا بفتح الكبسول longitudinal، ما بنعملش tongue shape ولا أي حاجة تانية. وبعد ما فتحنا الكبسول خدنا بالنا إن إحنا ما نخشش بالنايف تحت النيك، وبعد كده عملنا البانيونيكتومي الموجودة وشلنا البانيون وعملنا الفيكسيشن preliminary كي واير perpendicular to the second metatarsal، وعملنا بعد كده الشيفرون اوستيوتومي. والشيفرون اوستيوتومي يا رجاله كنا زمان بنعملها 60 درجه 60 درجه، دلوقتي لا، احنا بنعملها حاجه اسمها شيفرون، بتديني مساحه احسن في التطويل وبتديني مسافه في الترانسليشن وبتبقى مور ستيبل وبتبعد عن البلاد سبلاي، لان كان زمان البلاد سبلاي بيتصاب مع المنشار، احنا كده بنبعد من بعيد عن النيك وبنثبت بريليمينري كي واير، وبعد كده بنثبت الشيفرون اوستيوتومي بمسمار زي ما انتم شايفين كده في الفيديو اللي موجود قدامكم. اوكي يا شباب تمام. وبعد كده بنروح جايين شايلين الاكسس بون اللي موجود، بنشيله بالمنشار زي ما انتم شايفين في الفيديو دلوقتي، وبعد كده بنبدا نخيط الكبسول مره ثانيه. بعد ما بنشيل الريداندنت كبسول او الاكسسيف كبسول بنبدا نشيله، وبعد كده بنقفل الكبسول بالسوتشرز بتاعتنا. ده مثال للشيفرون اوستيوتومي، اتس ان ايزي تكنيك ما فيهوش اي مشكله تمام. طيب في ادجفنت بروسيدجرز احنا قلنا عليها واتكلمنا عنها، واحده منهم الايكن اوستيوتومي. ايه الايكن اوستيوتومي دي؟ احنا قلنا دي عباره عن لاترال كلوزنج ميديال كلوزنج ويدج اوستيوتومي. دي لما الاقي في اكسسيف هالوكس فالجس ممكن اعمل الايكون ديت. الايكون ليها كذا، الايكن ليها كذا تكنيك. انا بشيل الويدج ده، ساعات بتعملها اوستيوتومي تبقى بارلل للجوينت لاين، في بعض الناس بتعملها اوبليك، انا بحبها بالطريقه دي وبشيل الويدج وبعد كده بقفل الايكن بالكلام بتاعي وبحط سكرو. في بعض الناس بتحط ستيبلز صغيره او ميني ستيبلز زي ما انتم شايفين كده، وبعمل اسيسمنت وبشوف شكل البوزيشن بتاع الفيرست ميتاتارسال عامل ازاي وبثبتها بالمسمار. بعد ما حضرتك عملت ريدكشن وظبطت الدنيا، تقدر بالايمج انتنسيفاير تعمل تشيك وتشوف البوزيشن اوف سيسامويدز بتاعك. احنا عندنا وفي بيبر كانت لطيفه قوي برضو عن الميديال سيسامويد بوزيشن وقسمها لفايف جريدز. اما تبص على الصوره الجريد زيرو ده النورمال بوزيشن، جريد 1 ان الميديال سيسامويد تبقى تاتشينج، بنسميها الانتر سيسامويد لاين او الانتر سيسامويد كريست، ان تبقى تاتشينج ليه او مايل بوسين. جريد 2 ان اغلب السيسامويد تبقى عدت من الانتر سيسامويد لاين، وجريد 4 اللي هو كل السيسامويد حصل فيها شيفت. طبعا انت لو انت انترا اوبراتيفلي ولقيت العيان بتاعك بعد ما عملت له الاوستيوتومي ان السيسامويد is very high بالطريقه دي، يبقى توقع ان في very high instance of recurrence and you shouldn't leave the patient بدوت، وما تحاولش انك انت تصلح السيسامويد
بان انت تعمل كابسولوجرافي. اما هتعمل كابسولوجرافي جامده للعين ده وتايتنس وتعتمد على السوفت تيشو ريبير, يبقى موست بروبلي هيحصل ريكارنس وهيحصل فيلير للسوفت تيشو ريبير ده. فلازم تعمل حاجه ثانيه, يا اما تعدل من الاوستيوتومي يتفكها, يتزود الترانسليشن, يتاد انذر بروكسيمي مع السكارف او مع الديستال اوستيوتومي اللي انت عملتها. مهم ما تخرجش العيان من على الترابيزه وانت عندك اكستنس سيسمويد شيفت زي اللي انت شايفه ده اهو, زي دي حاله زي ديت, ادي السيسمويد شيفت بتاعها بعد العمليه في تاتشنج, ده الانسنس اوف ريكارنس بيبقى عالي. بوست اوبراتيفلي بنعالج العين ازاي؟ كم واحد منكم بيعمل كاست بعد العمليه؟ اعتقد ان يعني يعمل كاست ده يضرب بالنار باستثناء اللابيدوس بروسيدجر اللي ممكن نحط له باك سلاب بعد العمليه. اي نوع من انواع الاوستيوتوميز انا ما بحطلهاش كاست خالص, احنا بنحط الهالوس فاكس راب بالطريقه دهيت, وبنلبس العيان سبيشال شوز بنسميها ويدج شوز, والعيان بيبدا يمشي عادي خالص ثاني يوم بعد العمليه وبيتحرك بسرعه. طيب كده احنا خلصنا التكنيكس. ما تفتكر دايما ان قبل ما تروح لهالوكس فالجس سيرجري هاف تو انالايز كومبلين اوف ذا بيشنت, تعرف مشكلته ايه, شوف الباثولوجي اللي موجود عنده ايه والشكوى ايه واسبابها ايه, وشوف الكونكوميتنت باثولوجي اللي ممكن يكون موجود. ما تنساش السبيشال كونسيدريشنز الخمسه اللي قلناهم, السكريتال اميتيور اتكس اللي معاهم ديفورمي كونتند واكيلس نيورومولا والهايبر موبايل فيرست ايت, ولازم تختار الكوريكت بروسيدجر للكوريكت كيس. شكرا جزيلا ليكم وللدكتور محمد والشاب بقى اللي عايز يسال. دكتور سامي شرفني, حاضره رائعه كالعاده, يعني انا مش هجيب جديد صراحه لما اقول يعني المحاضره ممتعه وخليت الصعب سهل جدا, وجمدت قلب الناس على التعامل يعني مع مواضيع يعني فعلا في الكومن براكتس هي كومن الحقيقه. لغاية بس ما الناس تكتب الكويشنز يا ريت هم يا جماعه على الكيو ان دي, والدكتور عاطف يجهز نفسه للدسكشن مع حضرتك. لو تدي الناس التعامل مع الدايابيتيك بيشنز, المشكله ديت لو عيان دايابيتيك يجمدوا قلبه يعني قلبهم يشتغلوا معاه ولا ايه الادفايس بتاعتك؟ والله سؤال جميل يا دكتور اسامه. بقى يا شباب الدايابيتكس عندنا دول كاتيجوريز, تمام؟ احنا في عندنا عيان كنترول دايابيتس, ده اول كاتيجوري. عيان كنترول دايابيتس ده وما عندوش اي نيورولوجيكال ديفيسيت موجود في رجله, ده شخص طبيعي تماما وتتعامل معاه كانه شخص عادي خالص بدون اي احتياطات بدون اي حذر ولا اي حاجه. از لونج از الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه كنترولد والعيان الفاستنج والبوست باند كنترول والعيان ما عندوش اي نيورال ديفيسيت موجود في رجليه, تمام؟ طيب نيجي للكاتيجوري الثاني, العيان اللي هو uncontrolled diabetes ولكن ما عندوش neurological deficit. العيان ده الهيموجلوبين A1C بتاعه بضارب في السماء 9 ولا 10, والعيان ده هو الفاستنج والبوسبرانديال برضه بايظين, بس العيان ما عندوش مشكله موجوده في الفود من ناحيه النيورولوجيكال اكزامينيشن, يعني التو بوينتس ديسكريميشن اللي بتعمله كويس والبروسيس بتاعه كويس, ما فيش عنده اسكيميا وما فيش عنده مشاكل في رجليه. العيان ده يو كان مانج هيم از نورمال ولكن يو هاف تو كنترول الدايابيتس قبليها, وبتديله فرصه طالما هي الكتيف سيرجري ان هو يظبط السكر في خلال شهرين لثلاثه, ما يعملش اكيوت كوركشن للدايابيتس بتاعه, لا ياخد وقته لحد ما يعمل له كوركشن بتاعه, تمام؟ تالت نوع بقى العيان اللي هو عنده ان كنترول دايابيتس والعيان ده هو في عنده ديفيسيت نيور ديفيسيت موجود في رجل العيان. In this case العيان ده لو هيعمل اليكتيف سيرجري يو هاف تو بي كيرفول و هاف تو كوركت الكونديشن اليكتيف سيرجري بس انديكيتد وعامله له مشكله. In this case you have to treat the patient after being controlled. Controlled ازاي؟ اول حاجه هتعمل كنترول للدايابيتس بتاعه بالانسولين وبالحاجات بتاعته. نمره 2 هتشوف البلاد سبلاي والاسكيميا بتاعت الفود, فبتطلب له دوبلكس وبتشوف الانكل بريكر ريشيو قد ايه, ولو العيان ده عنده اسكيميا ممكن يحتاج يوسع بالبالون او يعمل باي باس للشرايين بتاعته, هيز تو كيب البلاد سبلاي بتاع الفود
to control the diabetes بتاعه, وفي الحالة دي you can manage him surgically. تمام؟ لو الدوت is emergency you have to treat this patient برضو, ولكن كemergency, وتعمل الحاجات اللي احنا retrograde بعد كده, يعني تشوف الاسكيميا, تشوف الكلام ده لو emergency. تمام؟ يبقى دي الكاتيجوري بتاعت البيشنس اللي موجودة عندنا. في نقطة بس في بعض الناس بقى بتخلط اللي هي ما بين الشاركو وما بين التروما والفراكشن دايبيتكس, لان احنا قلنا emergency you have to treat him with extra. وحدي مثال, عيان مثلا جاله فراكشر انكل, بوتس فراكشر انكل, والعيان ده دايبيتك uncontrolled, العيان ده دايبيتك uncontrolled, بس العيان ده حصل له تروما وفراكشر دلوقتي وsignificant تروما, how should we treat this patient؟ ده عالجه ازاي؟ هل انا هعالج العيان دوت, هعالج العيان ده من invasive؟ هل العيان دوت هعمل له surgery عادي؟ لا, لازم يبقى العيان اللي عنده fracture or diabetic whether controlled or not controlled he should be treated surgically and aggressive even. يعني لو عنده bimalular pots fracture ankle وحركب له locked plates وحركب له screws وحعاده عادي خالص وجبسه, وبعد كده أعمل extra caution بالنسبة للoperative, أمنعه من الويت بيرينج وطال فترة الكاست, وأمنعه من الويت بيرينج فترة أطول, وأعمل له كنترول بقى للديابيتس, وإن كان في عنده مشكلة فاسكولار نبدأ نحلها له. ده لو عيان فراكشر إن ديابيتك. قصة إن أنا ألاقي بيجي لي عيان جاله بوتس فراكشر أنكل وعيان بوتس مش شارب, يعني العيان كسر وقع وكسر, وكمان العيان ديابيتك أنكولد, يجي أحد زملاء قول له لا انا هعمل لك جبس بقى عشان انت عندك سكر. This is a crime. This is a crime. ده لازم انت تعمل له الفيكسيشن, and you have to warn them ان ممكن يحصل مشاكل لو حمل على رجله بدري, فبتعمل له انت extra fixation بplates وبسكروز, بتعمل له الكاست بتاعته and deal with him as normal patient, بس extra care من ناحية time of equalization and non-weight pairing, من ناحية القائم of fixation بتستخدم أي نوع. سلمى نبتدي الأسئلة ولا ليش؟ احنا كنا منجاوب على السؤال اللي هو بالنسبة للفراكشر دايابيتكس. أيوة. الشاركو بقى يا شباب دي قصة تانية خالص. الشاركو ده عيان بيمشي في كاسكيت تاني. العيان ده بيبقى بيتشخص انه عنده insensible foot والرجل بتبقى swollen وريد وجليسنينج, والبيكن بتاعت الاكس راي بتبقى باثوجمونيك, بيبقى فيها إيروجنس وبيبقى فيها ديس اورجانيزد بون. ده قصة تانية خالص. الاكيوت شاركو نو تاتش, ما بنمدش ايدينا عليه وبنعالجه كونزيرفت. والكرونيك او الساب اكيوت شاركو وي كان تريت هيم سيرجيكالي اكوردنج لي شكل الرجل ايه. يا جماعة فاحنا ممكن كده نبقى نعمل كده ديسكشنز عن الدايابيتك والفود بروبلم في الدايابيتكس, لان دي يعني كلام يطول. يعني موضوع البوتس فراكشر يا دكتور اسامه في الدايابيتكس فيري فيري كريتيكال. يعني احنا عندنا في اسم العظام عين شمس, يعني الوحده عندنا, حتى احنا حاطين الجوريزم معلقينها في الكوريدور اللي هيبص عليها. يعني دي الجوريزم مهمه جدا, ازاي هاو تو مانج تروما بيشنت ويز دايابيتس في الفوت, يعني تروما في الفوت في بيشنت ويز دايابيتس. واحنا حاطين الانفستيجيشنز اللي مطلوبه والحاجات الكنترول اللي تعملها, والالجوريزم واضحه قوي معلقينها عندنا في قسم جراحه العظام في عين شمس. ليه الوقت كلها ماشيين عادي؟ طب تمام دكتور عادل, بيتفضل الدسكشن دي. ماشي. طبعا كعادتك يا اسماء لا تخذلني ابدا, ومحاضره فوق الوصف جميله كان. طبعا انا فرحان جدا لان واضح ان في مريدين كتير للفوت اند انكل ابتدوا يظهروا, وده بيبان الأسئلة اللي سألوه. طبعاً أنا توقعت السؤال ده كثيرين طلبوا يا أسامة, وهو distal metatarsal articular angle, عايزين إعادة ليها يفهموها. هنعرضها على سلايد تاني ولا هتقولها أنت دلوقتي؟ أنا على وايت بورد دلوقتي, أنا هشير وايت بورد. بصوا يا شباب دلوقتي إحنا, بصوا يا رجالة دلوقتي, أدي الفيرست متارسل وادي الهيد بتاعتها, تمام, وادي الهالوكس فالجس الفيرست هيد فالينكس,
موجود عندي. ماشي يا رجال. الفيرست الارتيكولار سيرفيس هنا انجل اخبارها ايه؟ الارتيكولار سيرفيس انجل دي احنا بنقيسها ازاي؟ بناخد البربنديكولار للاكسس وبناخد اللاين اللي ما بين التو بوينتس بتوع الارتيكولار سيرفيس، والانجل دي اقل من 10 اللي هي دي الانجل السوداء اللي انا بعلمها دي. تمام؟ ماشي يا رجاله. دي النورمال انجل. لما بص على الهالوكس فالجاس دي، تمام، دي الارتيكولار سيرفيس بتاعت النورمال فالجس، الارتيكولار سيرفيس بتاعت الجوينت. النوع ده من فالجس، السؤال بقى اللي بسالكم ده اسمه ولا ان كونجرونت هالوكس فالجس؟ منظر اللي قدامنا ده، ده كونجرونت ولا ان كونجرونت؟ يلا جاوبوا على الشات او questions and answers. في اختلافات، في ناس بتقول congruent وفي ناس بتقول incongruent. طيب عشان بقى تفهم هي دي امتى اسميها congruent وincongruent، تخيل انا بعد ما اعمل correction للهالوكس فالجس انا هعمل correction ازاي؟ ان الميتا تارسل دي سي مثلا انا هعمل سكارف وحنقلها، تبقى الميتا تارسل دي بقت شيفتد كده هو زي ما هي، رجعت زي ما هي. مجرد ما انا رجعت الفيس من تارسل هيد، الجوينت بتاعي بقى شكله عامل كده، اوكي، بقى الشكل بتاعه كده. تمام؟ في الحالة دي انا بسمي النوع ده incongruent hallux valgus، ان الجوينت is disturbed الشكل بتاعه مع الhallux valgus. بعد ما بصلح بيرجع طبيعي. تمام؟ انا محتاجتش العب في حاجة في الديستال articular surface act، ان هي زي ما هي، مجرد ان انا عملت release laterally وعملت الاستيوتومي بتاعي ورجعتها طبيعي كده، الهالوكس فالجس رجع مظبوط والهيد رجعت فوق الهيد، خلاص الدنيا بقت مظبوطه. بقى ده بنسميه ايه؟ incongruent هالوكس فالجس. بعد ما بيتصلح بيبقى congruent. المشكله بقى في ايه؟ في الكونجروانت هالوكس فالجس، ان انا وانا في هالوكس فالجس بوزيشن الاقي ادي الفيرست البروكسيمال فالينكس، الاقي الارتيكولار سيرفيس نفسها اتعوجت بالطريقه ديت وبقت عامله زي الايس كريم المعوج، الايس كريم المعوجه، شايفين كده؟ ده العيان عنده هالوكس فالجس. انما لما اجي اشوف الارتيكولار سيرفيس انجل اللي موجوده عنده بقى، ده الاكس اهو بتاع الاسم بتاع ترسل وده البربنديكولار عليها، الاقي ان الانجل ديت اتقلبت وبقت موجوده الناحيه الثانيه، والجوينت يبان وهو في هالوكس فالجس الجوينت يبان كويس، ما فيش اي سبلكسيشن، اللي هو ده بيسموه كونجروانت هالوكس فالجس، ان في هالوكس فالجس بس الجوينت شكله ده، ان الارتيكولار سيرفيس انجل اللي موجوده عندي دي اتقلبت مع اللونج ديفورميتي، حصل استراكشنر ديفورميتي في قبل الفيرست ميتاتارسال وبقى الشكل بتاعها بالمنظر ده. يبقى لما اجي اصلحه هلاقي الارتيكولار سيرفيس انجل بعد ما صلحته بقت شكلها عامل كده، اوكي، معوجة كده، والفيرس متتارسل بقت عاملة كده. تمام؟ أنا صلحت الهالوكس فالجس أنجل، إنما الارتيكولار سيرفيس بتاعي مازال معوج، والارتيكولار سيرفيس مش فيتنج مع الارتيكولار سيرفيس التاني بتاع البروكسيمال فالجس بعد الكوريكشن. يبقى ده بنسميه إيه؟ ده بنسميه كونجرونت هالوكس فالجس. الكونجرونت هالوكس فالجس بتبقى معوجة معاه الديستال ارتيكولار سيرفيس أنجل. الانكونجرونت هالوكس فالجس بتبقى الديستال ارتيكولار سيرفيس انجل بتبقى از نورمال. تمام؟ فبالتالي لما اجي اصلح هالوكس فالجس ويز انكونجرونت اي هاف تو كوريكت اولسو ذيس. وانا بعمل الشيفرون بتاعتي انا بشويدج من هنا بحيث ان انا اقلب كل ارتيكولار سيرفيس ويبقى الارتيكولار سيرفيس عامل كده وماشي بارلل مع الارتيكولار سيرفيس الثاني. تمام؟ وضحت كده ولا اعتقد كده اوضح كتير. ده ريت في السلايد دي الى السلايدز بتاعتك يا اسامه، رائعه يعني. ان شاء الله يعني من بعد كده في المرات الجايه من قد كيسز برزنتيشن نبقى نعرض اكزامبلز للحالات. تمام. هنبتدي بقى الاسئله. اتفضل. هاو داز هالوكس فالجس افكت ذا ويندلاس ميكانيزم؟ الويندلاس ميكانيزم، هي الويندلاس دي بتحصل نتيجه لايه يا شباب؟ ان عندي البلانتر فاشيا بتبقى ماسكة في البيزيس بتاعت الفلانجيز. تمام؟ لما علشان أشتغل ويندلس مظبوط، هي كلمة ويندلس دي معناها بقرة، يعني كانت زمان دي ويندلس دي البقرة الصيني بيسموها البقرة الصيني.
ان بيبقى فيه خيط كده وبيلف على بكرة والخيط ده هو تيجي يسحبه بيه يسهل الحركة والبولينج لفوق. احنا عندنا البكرة اللي موجودة عندنا فين؟ البكرة موجودة عندنا هي الهيد بتاعت الميتاتارسل، وادي الفينكس موجودة بالمنظر ده. بتيجي الاخت البلانتر فاشية دي بتبقى ماشية هنا هوت تمام، وتروح جاية ماسكة في البيز بتاعت البروكسيمال فالكس دي البلانتر فاشية. لما اجي اعمل دورسي فليشن لفوق للبيكتو، البلانتر فاشية دي بتلف على البكرة تعمل تايتنينج لكل اللينجتيودنال الارش، كان رجل سهل انا اعمل بوش اوف وان انا اقدر امشي بسهوله تمام. طيب انا لو كان عندي سبلكسيشن هنا هوت نتيجه الهالوكس فالجاس، هل البكره دي هتشتغل بصوره بروبر، هتشتغل بصوره مظبوطه؟ لا، هيبقى الويندلس افكت دوت امبيرد، فالعيان يجي يعمل بوش اوف بيعمل اوف بوش اوف بصوره مش مظبوطه، ويخلي الويت بيرنج يبقى محمل اكتر على الليسر توز. واضحه كده الويندلس افكت؟ يبقى الويندلس افكت بيبقى افكتد في الهالوكس فالجاس نتيجه لان البلانتر فاشيا والنوت رول اون ذا فيرست ميتاتارسو فالنجيال جوينت ديو تو السبلكتيشن او الانكونجروتي اللي في الفيرست ميتاتارسو فالنجيال جوينت، فبيحصل عندي الميتاتارسالجيا نتيجه ان البوش اوف بيبقى امبير. تمام، وير از ذا كريست ان بانيونكتومي بليز؟ الكريست اهو ما احنا قلناه في السلايد. طيب ثواني كده هبينه لك، شير سلايد، ستوب شيرينج، هنشوف هطلعه له تاني في السلايد. معلش، ده الكريستا اهو قدامنا تمام، ده الكريستا اهو يا شباب. واضحه؟ واضح ولا هو واضح بالنسبه لنا؟ وان شاء الله يكون واضح بالنسبه برضو. ده الكريستا اهو، حاجه بنسميها الميديال كريست. فالميديال كريستا ده انا لما اجي اعمل I shouldn't go lateral للميديال كريستا ده، والا هيحصل سبلكسيشن للفالنكس ويحصل هالوكس فالجاس. I should be always lateral medially واقطع medially. تمام؟ تمام. سؤال رائع يا اسامه بيقول how we can differentiate between hypermobile first ray and increased intermetatarsal angle with severe hallux valgus. والله انت سؤال حلو فعلا، واصلا السؤال ده عليه كميه ديبيتس غير عاديه في الليتريتشر، يعني اللي هو في ناس بتقول هل الهالوكس فالجاس ده هو اللي بيعمل هايبر موبايل فيرست ري، يعني الهايبر موبايلتي بتحصل سكندري للهالوكس فالجاس، ولا ان الهايبر موبايل فيرست ري اللي بتعمل سؤال. بص انا في الحقيقه الديفرنشيشن، انا بيكالي انك انت تلاقي ان الفيرست اللي هو الترس من الترس الجوينت في موبيليتي غير عاديه زي الفيديو اللي احنا بيناه، يعني فعلا بتبقى الحركه بتاعه الجوين بلوزه خالص، ما بقاش موجوده كده في النورمال، ما بقاش طبيعيه في النورمال. ممكن الثانيه في الاكس راي، الاكس راي بتديني كلو ان العيان ده عنده هايبر موبايل فيرست راي، زي مثلا الاكس راي بتاعه الحاله اللي احنا بيناها، الانتر مترسل واسعه بس الترسل جوينت بيبقى اوبليك. يعني بص عندي كده في الصوره ديت، معلش انا هبعد الصوره دي دلوقتي عشان تشوف. الترسل ميتاترسل انجل شايف اوبليك ازاي، ده مش الطبيعي، ما بيبقاش بالطريقه دي. وساعات ابص الاقيه عامل زي بولاند سوكت برضو في بعض الاحيان. في اللاترال فيو بيلاقي ان هو بيبقى في دورسال ستيب بتبقى موجوده. واهم حاجه زي ما بقول لك الكلينيكال، بص على الفيديو اللي موجود، بس لو اشتغل يعني بتلاقي ان الجوينت بيبقى بيتحرك بسهوله شديده جدا. فيعني ده الهايبر موبايل فيرست راي، وانا اعتقد ان هو يعني رير ان هو يكون سكندري للسيفير هالوكس فالجاس، رغم ان في بعض البيبرز تقول ان هو سكند. المنظر ده ما بيحصلش طبيعي في حالات السيفير هالوكس فالجاس كلها، حالات والحالات ديت هي غالبا اللي بيبقى هايبر موبايل فيرست راي. اوكي يا شباب؟ تمام يا اسامه. الرول اوف لابيدوس ان روتيشنال ديفورميتي اوف هالوكس. طيب ده سؤال برضو جميل قوي، واضح ان هو حد يعني اكسبرت في الفوت اند انكل. بص اللابيدوس دلوقتي حتى في كلام ان احنا عندنا برونيشن موجود في برونيشن في الفيرست ميتاتارسال موجود تمام. بعض الناس دلوقتي اما بتيجي تعمل لابيدوس مش مجرد سيمبلي انا بعمل
كوريشن للابيدوس ان انا بشيل ويدج من هنا واروح مصلح اللابيدوس ومثبت اللابيدوس من هنا. لا هو also بيروتيت الفيرست ميتاتارسل وهو بيعمل القصة دي. بنعمل ايه؟ نعمل زي واير بنحطه في قلب الشافت وبنلف بيه الميتاتارسل. وفي الميتاتارسل دي لاقي spontaneously بيحصل correction للهالوكس فالجس انجل. مجرد ان انا بصلح البرونيشن اللي هو زاد بزيادة. تمام؟ فعشان كده في ناس دلوقتي بتعمل قط اللي بتبقى موجودة مع اللابيدوس بيعملوها دوم شيب عشان تسمح ان انا اعمل correction of pronation. في بيبرز حديثة كتير في الكلام ده. طبعا انا بعمل اللابيدوس بالتكنيك الconventional القديم, ولكن I respect جدا الفكرة دي ان انا من اللابيدوس اقدر ان انا اصلح البرونيشن اللي بيبقى موجود في البيكتو. مين صاحب السؤال ده يا دكتور عاطف ولا مش لازم؟ لا اهو دكتور احمد طه. طيب تمام, برافو يا دكتور احمد, واضح انك اكسبرت في الفوتان ده. بالنسبه للتريتمنت الجوريثم يا اسامه, بيقولوا حضرتك قلت حسب الاوستيوارثرايتس او الميتاتارس في الانجل جوينت, يعني مش حسب الانجلز؟ لا ما هو حسب الانجلز, بس في البدايه لو ارثريتيك جوينت انا خلاص مش هخش في الدايليما دي خالص. ما هو اول حاجه لو كانت الجوينت ده ارثريتيك خلاص بقى احنا مش هنتكلم في ده, احنا بنتكلم دلوقتي هعمل له كيلر ولا هعمل له ام تي بي فيوجن. لو نان ارثريتيك حسب الانجل, مايلد ولا مودريت ولا سيفير. تمام تمام. When I ask to do an operation to hallux valgus case, how can I convince the patient that he need an operation? How do you convince? عادة if you want to convince يبقى العين ده مش محتاج, هو العين جاي لك بمشكلة. يعني بالعكس اللي بيحصل دايما معايا في الهالوكس فالجاس ان انا sometimes I tell the patient no need for surgery, بالذات لو كان جاي بيشتكي بكوزماتيك بروبلم. ودي كتير بتقابلنا كتير في العيادة. طبعا حضرتك دكتور عاطف اكيد بيعدي عليك كتير, وبرضو كل بتوع الفوت جدا من البنات بتيجي عايزة تصلح وانت بتقول لها لا ما تصلحيهاش مش محتاج. فان انا تو احنا ازاي تكونفينس ان هم ما يعملوش سيرجري, مش ان كونفينس يعملوا سيرجري. العملية بيبقى جاي عايز عايز يعمل العملية لان يا اما بيشتكي من بين يا اما مش عاجبه شيء يا اما بيبوظ له الجزم يعني. بس كتير من عينين هالوكس فالجاس they want to do surgery. تمام. هالوكس فالجاس in children severe, can we do surgery or we have to conserve? الحالة الوحيدة اللي بعمل فيها هالوكس فالجاس in children CPs اللي هو he want to be ambulated. يعني في بعض الأحيان بيبقى CP و he is going to be ambulated وعنده مشكلة ان احنا مش عارف يمشي بسبب ديبير بروليشن والهالوكس فالجس. وفي الحالة دي I can treat him. بس children امتى؟ if he near to foot maturity. وخد بالك الفوت سكليتال ماتوريتي بتبدأ من 12 ل 14 سنة. ف in this case I do fusion عادي. يعني في عيال صغيرة CP عندهم 12 سنة و 14 سنة كنت بعمل fusion لل MTP joint. تمام؟ انما لو very young قوي يعني صغير قوي ممكن اعمل له soft tissue procedures, ممكن اعمل له حاجه وافهم البيرنتس ان هو هيحتاج لفيوجن لما يكبر, just ان انا to help him to be ambulated. تمام. انما in general children and not CP don't touch في الاول لحد ما يحصل total skeletal maturity. دكتور عاطف استاذنك. ايوه سام. معلش مش عايز افوت بس السلايد بتاع الالجوريزم دوت, واسال دكتور اسامه في الكونزرفتيف تريتمنت في حاجات زي سبريدر كده سيليكون, تو سبريدر سيليكون, هل ديت ليها اي رول في القصه بتاع الكونزرفتيف تريتمنت؟ لا توتالي يوزليس, ما بتعملش اي حاجه, لا بتعمل كوركشن ولا اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي ساعات بستخدمها اللي هي الحاجات الميتاتارسال باندج, بستخدمها في الميتاتارسالجيا بس اللي هي بتبقى طبعا وبيبقى زي سيليكون ده تحت التوز بحيث تقلل البين شويه. انما النايت سبلنت ديت ملهاش اي استخدام. البتاع السيليكون بروتكتور ده بيضايق الجزمة اكتر وما بيعرفش العين يلبسه ويوزلس يعني, لا بيصلح ولا بيقلل البين ولا بيعمل اي حاجه. طب كان زمان يا دكتور اسامه قبل ما يطلع انواع الاوستيوتومز الكتيره ديت كان في مبدا كده كارول بيقولوا عليه لتكسب به العب بيه. يعني انت بتعرف نوع تعمل نوع معين من الاوستيوتومي اعمله لاي نوع هالوكس فالجس, فهل الكلام ده خلاص بقى اوبسوليت ولا ايه راي حضرتك؟ في بعض الانواع من الناس برضو ما زالت بتعملها زي
والميتش الاستيوتومي والحاجات دي دي ليها كومبليكيشنز كتير. يعني ان هي بتعمل شورتنج للميتاتارسال في اغلبها, اغلبها بيعمل شورتنج للميتاتارسال, فبالتالي ما انا مش بحبه يعني. انما ما يمنعش الكلام اللي انت بتقوله ان انا عايز تعمل لونج شيفرون اعمل, عايز تعمل سكارف اعمل, عايز تعمل بيزل استيوتومي اعمل, بس ما تعملش حاجه نوع من انواع الاستيوتوميز اللي ممكن يكون ليه سايد افكتس. النيتشل واللودلوف والحاجات اللي بتعمل شورتنج للميتاتارسال خلاص دلوقتي بقت اوبسليت, ما بتتعملش يعني. في اغلب الناس دلوقتي بتلعب في كم نوع استيوتومي, اللونج شيفرون, السكارف, الحاجات ديت, بحيث ان هي دي اللي بتصلح. تمام. اوكي يا سام, هاو ماتش ريجيديتي اوف فيكسيشن يو نيد افتر استيوتومي؟ افتر استيوتومي طيب, بالنسبه للشيفرون انا بكتفي بمسمار واحد في اللونج شيفرون, انا ما بعملش الكلاسيك شيفرون اللي هي العاديه, انا بعمل اللونج شيفرون اللي بتبقى اطول يعني. فدي مكتفي بمسمار واحد فيها. السكارف بعمل مسمارين sometimes ثلاثة على حسب اللونج بتاعها اللينس بتاعها يعني. بس ده ده الفيكسيشن بتاعي يعني, ما بزودش عن كده خالص. والعيان بيبدأ يمشي زي ما اتفقنا تاني يوم بعد العملية باستخدام الويدج شوز, even overnight ممكن يستخدمه ويمشي عادي. هل في هناك استيوتومي للبرونيتد بيكتو؟ في, ما هو اللي كل اللي احنا قلناه ده, ما احنا كل اللي قلناه دوت السيفير هالوكس فالجاس ويس برونيشن ممكن تعمل لها لابيدوس او بيزل اوستيوتومي او سكارف مع ايكن لو كانت مودريت. فده كده كل اللي احنا قلناه, احنا كل اللي قلناه دوت بيعالج تمام. في دكتور زميل دكتور باسم مقدم سؤالين. السؤال الاولاني بيقول انت عملت خلاص شيفرون بس لقيت ان الكوريكشن از انكمبليت, تقدر تعمل بروسيدجرز اخرى تو كومبليت ذا كوريكشن؟ ايوه ايوه. بص, اهم من انك انت تبقى مكسوف انك تعمل بروسيدجر تاني انك انت ما تخرجش العيان باندر كوريكتد هالوس, لان بيبقى فيري ديسابوينتينج بعد العمليه ان العيان يخرج باندر كوريكشن او ان يحصل له ريكرنس بعد شويه. فساعات انت مثلا هي مودريت هالوكس فالجاس وانت قررت تعمل شيفرون وحسيت ان انت بعد ما عملت ان هي اندر كوريكتد, مفيش اي مشاكل خالص ان انت تضيف له بيزل اوستيوتومي صغيره دوم وتصلح بيها اكتر وتثبتها بستيبل او وان اديشنال سكرو, مفيش مشكله خالص. او ايه كان لا, لو اندر كوريكتد انت متترسل انجل, انت متترسل انجل يبقى لازم متترسل اوستيوتومي. انما لو لقيت ان الهالوكس فالجاس انجل زي ما دكتور عاطف بيقول, لقيت الهالوكس فالجاس انجل ستيل موجوده عاليه شويه بس الانتر متترسل انجل كويسه والسيسامويد شيفت اختفى, in this case you can do ايكن اوستيوتومي طبعا زي ما دكتور عاطف بيقال. يعني الايكن هتصلح لك ما تبقى من هالوكس فالجاس انجل. السؤال الثاني بيقول ان احنا we can see lateral splaying of the lesser toes with hallux valgus بعد correction of the hallux, what about this lateral splaying of the lesser toes؟ حاجه مزعجه جدا طبعا اللي هو lateral swaying lesser toes. تمام, دي بتحتاج في حاجه اسمها multiple vial osteotomies, بنعمل multiple vial osteotomies. في الحالة دي بنيجي بين السوينج فوتس, يعني انت مجرد ما بتصلح الهالوكس فالجاس, وخد بالك ان هي بتبقى سخيفة قوي للعيان لو انت صلحت الهالوكس فالجاس وسبت بقية اللاترال توز سوينج يعني معوجين بالطريقة دي. وفي الحقيقة في كان مريضة يعني, مش انا اللي عملتها بس حد معانا يعني, وحد مش من مصر يعني, وصلح البيكتو وساب اللاترال سوينج توز على اعتبار ان مش مهم كوزموتيكالي, بس في حقيقه العيانه فيري ديسابوينتد. تخيل انت دايعمل كده والصباع الثاني معوج وفي انجل ما بينهم واسعه جدا. فاللاترال سوينج توز دي فيها مشكله, مشكله ان هي طبعا ممكن تعمل ميتاتارسالجيا, برضو بتخلي الشوور في الفوت وير مش مظبوط, مش عارف يلبس جزمه مظبوط. والحاجه الثالثه برضو بقى كوزموتيكالي بتبقى فيري ديسابوينت, يعني لو رجليه معوجه كده مش مشكله. طب بنعالجها ازاي؟ انا بنعالجها بمالتيبل فايل اوستيوتوميز. في حاجه اسمها فايل اوستيوتومي, او عشان برضو اكون دقيق اسمها موديفايد فايل اوستيوتومي, ان انا بعمل ديستال اوستيوتوميز وبعمل زي ويدج صغير بقفله فبصلحه, وممكن اعمل معاهم برضو كوريكشن للفالنجيز, بعمل مالتيبل ميديال كلوزنج ويدجز اقفل بيها البروكسيمال فالنجز واعدل بيها البروكسيمال فالنجز. تمام, فدي it's a complex and problem problem يعني serious يعني lateral swaying foots. Role of tetracortical screws in ankle fractures in diabetics.
ده بره الموضوع بتاع المحاضره خالص. ماشي. لما انت اتكلمت على الدايابيتس انا مش فاهم تقصد ايه بتترا كورتيكال سكلوز. انا كنت لسه اقول يمكن انت تعرف، انا ما اعرفش يعني ايه تترا كورتيكال سكلوز، يعني سندسموتيك سكلوز يعني اللي بنعدي فيها. انا مش فاهم هو يقصد ايه تترا كورتيكال سكلوز. اذا كان ممكن تبعت لنا يا دكتور خالد، خالد السيسي، انت قصدك ايه يعني؟ طيب الانجل اوف ذا نيو شيفرون از وات انستيد اوف 60. انت قلت ان احنا كنا بنعمل كده، فهم عايزين الانجل تاني ما تعيد لهم. طيب حاضر. ودي في الحقيقه كان دي كانت رساله دكتوراه لطيفه عملناها انا كنت مشرف عليها مع وائل عبد الهادي، ان احنا كنا بنقارن اللونج شيفرون بالسكار. في الحقيقه اللونج شيفرون دي جميله جدا يعني. انا هنكلير الوايت بورد كلير اور. بص يا شباب، دي الفيرس متتارسل. الشيفرون العاديه احنا كنا بنيجي 1 سنتي من الـ من الارتيكل سيرفيس، وكنا زمان نعمل كده انجل 60 شيفرون كده وكده تمام، ونعمل ايه ديسبيسمنت للجزء ده ونوديه ايه على على لاترال. الفكره بس في حاجه، الباور اوف كوركشن، يعني انت لما تشوف هتقدر تنقل قد ايه منها، هتلاقي نفسك ان انت بتنقل تقريبا 50% تقريبا ماكسيمم. يعني ال 50% دي لا تعادل، لو قلنا ان هي عرض بتاع سنتي ونص يعني حوالي 7 مللي، 7 مللي يعني 7 ديجريز تقريبا. فدي اقصى حاجه تقدر انت تعمل بيها شيفت وتصلح بيها تمام، لان الحته عشان صغيره والكوركشن تقدر ان انت تقريب قوي من الكوره او مكان الديفورميتي، فمش قادر ان انت توسع الارم بتاع الكوركشن. طيب العيب الثاني فيها ان هي البلاد سبلاي، احنا قلنا ايه البلاد فيسز ماشيه هنا وبتخش من هنا من الحته دي، فانت ان فيري كلوز بروكسيميتي للانتري بتاع البلاد سبلاي، فممكن حضرتك تعمل تير للبلاد سبلاي والافاسكال نيكروزس يحصل. فدلوقتي بدل ما بتعملها بالطريقه دي، احنا بناخد ايه الانجل دي بنطولها، بنطولها لحد فين؟ يو كان انكريز لحد نص المترسل كمان. طيب دي هتفيدني بايه بقى؟ دي هتفيدني ان انا عندي مسافه كوركشن كبيره، واقدر اعمل روتيشن زي ما انا عايز، واقدر اعمل في كذا دايركشن، اقدر ازقها واعمل روتيشن واعمل كذا حاجه، واقدر اعمل كوركشن لمساحه كبيره، يعني عملت ترانسليشن لمسافه كبيره منها تمام؟ لان انا مش يعني الكوركشن اتصلح حته اطول لان انا بعدت عن مكان الديفورميتي، واقدر ان انا اثبتها بعد كده بسكروت تبقى امور ستيبل، وغير كده ان انا سيف للبلاد سبلاي. فالانجل قد ايه؟ لا هي مش بالانجل، انت عايز تخرج فين؟ عايز تخرج في نص الميتاتارسل، عايز تخرج يعني اب تو لنص الميتاتارسل، يو كان دو ات تمام. هل الدبل انسيجنز بيزود الريسك اوف افاسكولار نيكروزيس؟ يس، الدبل انسيجنز مي انكريز الريسك اوف افاسكولار نيكروزيس. يس. How I can deal with cock-up 2 deformity after killer resection. ما دي من ضمن الحاجات السخيفة قوي. عادة انت ممكن بقى to convert الكيلر لي يعني if it is serious للبيشنت وعمل له فريكشن مع الشوز ومش عارف يمشي بيها، you can shift the killer in this case لفيوجن وبتحط bone graft وبتحولها لفيوجن بعد كده يعني. انما if it happens هي بتبقى رزلة شوية. الفكرة بس انك انت how to deal with cock-up، لا هو how to prevent cock-up من البداية، انك انت تحاول ما تعملش too much resection من الديستال فارينكس عشان تقلل الكوك-up اللي ممكن يحصل، ان انت تعمل soft tissue balancing كويس، ما يبقاش فيه يعني tightness في جنب وجنب التاني لا، dorsal والجنب التاني لا. الحاجة التالتة انك انت تثبت preliminary key wire لمدة مثلا 6 weeks أو حاجة لحد ما soft tissue cuff يبقى healed فيمنع cock-up deformity. لما once it happens هي بتبقى رزلة، يعني مفيش vision surgery تعملها غير ان انت تعمل fusion وتحولها لفيوجن بعد كده. ابتدوا يسألوا على بعض التكنيك، يعني حد بيقول التكنيك of vial osteotomy، فهل احنا نقدر نعمل محاضرة على التكنيكس بتاعت كل الاستيوتوميز بتاعت الهالوكس فالجس ولا ايه رأيك؟ انما التكنيكس يا شباب يعني دبل اوستيوتومي ما هي ما فيهاش حاجه، يعني انتوا تقدروا تقروها وكلكم براكتسنج يعني وعارفين البرنسبلز اوف اوستيوتوميز بتاعت النيه وهي ذا سيم يعني. فانت ممكن دبل اوستيوتومي ان انت تعمل شيفرون في ديستال وتعمل فوق ديستال شيفرون، يعني احنا ممكن نعمل ديستال شيفرون وتعمل بروكسيمال شيفرون وتنقلها، وممكن تعمل الدوم اوستيوتومي وتنقلها، وممكن تعمل الويدج اوستيوتومي،
بس الويدج خد ان هي ريسكي شويه لان هي بتالتر اللينس بتاعت الميتاتارسل. يعني لو جيت انا جيت عند البروكسيمال اوستيوتومي كده عند الميتاتارسل هنا وجيت قررت ان انا افتح ويدج من هنا واحط جرافت موجوده عندي هنا, خد بالك ان الاوفر اول لينس بتاع الميتاتارسل بيبقى زاد شويه. فانت في الدبل اوستيوتومي يو كان دو اني دبل اوستيوتومي, انا بحب الدول او الشيفرون البروكسيمال, وممكن تعمل معاها بروكسيمال اوستيوتومي في في ديستال اوستيوتومي شيفرون تانية. بس يعني هي مش محتاجه يعني محاضره كامله. سوري يا سام, هو فايل اوستيوتومي مش دبل فايل. الفايل الفايل اوستيوتومي طبعا هو شورتنينج اوستيوتومي. شورتنينج دي بنعملها في حالات اللي هي لما اكون عايز اقصر الميتاتارسل في الليسر توز. هنفترض ادي الليسر تو تمام, دي سكند ميتاتارسل يا رجاله تمام, وادي عندي الفالينكس اهيت بالطريقه دي تمام. الفكره ان في عندي كلوينج, الكلوينج دوت نتيجه لايه؟ نتيجه ل ان الدورسال اكستنس دول ار تايت, فرافعين لي الصباع بالطريقه دي تمام, رافعين لي الفالينكس بالطريقه دي وعامله لي كلوينج بالطريقه دي. يعني يو كان دو سوفت تيشو ريليز تمام, انما ممكن تعمل حاجه اسمها الفايل اوستيوتومي بتصلح بيها كلوينج تمام. الفايل اوستيوتومي ايه؟ ان انا بعمل اوبليك اوستيوتومي بالطريقه دي اوكي, دي كده اوبليك اوستيوتومي, واعمل ترانسليشن للفراجمنت ديت عليها بحيث ان هي هتبقى عامله كده اهوت بعد الاوستيوتومي. الصوت يا اسامه بيسبق الصوره, ف يعني دوبك ترسم استنى شويه تمام, بحيث ان الدايركشن بتاعي هتبقى كده. انا ما عملت بالطريقه دي وعملت ترانسليشن, انا عملت الاوفر اول لينس بتاع الميتاتارسل انا قصرته وعملت له بلانتر فليكشن وعملت دي كومبريشن للجوينت, الجوينت ده ريح فبالتالي التايتنس اللي كان موجود قل, المسافه بتاعت الجوينت ريحت, الاول كان في تايتنس فبقى اريح. طبعا بعد ما بعمل اوستيوتومي دي انا بثبتها بسكرو, السكرو ده اسمه فايل سكرو, ما اوعى حد يثبتها بحاجه تانية, اي حاجه تانية بتروح جايه كسرها. الفايل سكرو ده موجود في الكومبانيز دلوقتي, والاكسس بون اللي هنا انت بتقص. دي طريقه الفايل اوستيوتومي ازاي احنا بنعملها يعني تمام. تمام. سكيليتالي اماتيور ويز هايبر موبايل فيرست راي وانتو انترفير أجين, بعد ما يبقى سكريتالي ماتيور وتبدأ تحصل فيه عنده مشاكل. عادة في السن ده الأم هي اللي جاية الآن أو الأب جاي الآن. We do nothing in سكريتالي immature لحد ما يبقى فيه سكريتال ماتيور. What is the management of Hallux due to poly in ambulating patient? The same. قلنا نفس البرنسبس بتاعت النيورو ماسكولار ديسوردرز. الفيوجن is a method of choice, سواء كان سي بي سواء كان بوليو whatever we have to do for this patient. لازم نعمل له الفيوجن يعني. Type and size of screws and the plates used for fixation. Plates في اللابيدوس انا بستخدم لابيدوس بليتس. اللابيدوس بليتس دي مشهوره يعني وموجوده, في منها بلانتر وفي منها دورسال بليتس. دي موجوده يعني available. السكروز اللي بنستخدم انا بستخدم في يعني مش عايز اقول اسماء شويه, بس في حاجه اسمها الباروكس سكروز وفي انذر كايندز اوف سكروز يعني اللي هي الدبل كومبريشن سكروز, دي انا بحبها بتبقى من هنا فيها ثريدز ومن هنا فيها ثريدز زي الهيربرت بالظبط, بس بتبقى دي لطيفه بتحس ان هي بتديني فيكسيشن وستابيليتي كويسه. بس ال 2.8 الدايمتر بتاعها. الفايل سكرو بيبقى فيه منه برضو 1.5 وفي 2.8, فانا بستخدم برضو 2.8 في الفايل سكروز. بس يعني دي انواع السكروز. ودلوقتي طبعا يا شباب في الكومبانيز كتيره جدا بتورد الحاجات دي يعني افيلبل في الماركت بسهوله يعني تمام. الدايركشن اوف ذا سكرو. ايوه يا اسام يعني اسمح لي اسال دكتور اسامه, بما انك شغل كله معظمه اوستيوتومس كده اهوت, اكيد في حالات بيبقى فيها نون يونيون ككومبليكيشن يعني, هل بتتعامل أيوة. معها كنون يونايتد فراكشر عادي ولا ليك استراتيجيه تانية؟ طبعا بص طبعا اتس فيري رير مبدئيا ان يحصل نون يونيون. نون يونيون از لابيدوس بروسيدور, ان يحصل نون يونايتد لابيدوس دي كوم. انما بالنسبه للميتافيزيال اوستيوتوميز او الدايفيزيال اوستيوتوميز عاده ما بيحصلش نون يونيون
even بقى لو حصل you have to deal زي البرنسبلز بتاعت التان يونيون. You can do bone grafting. يعني انا في حالات لابيدوس جات لي ما كانتش لحمه, بتعمل bone graft وبتحط لها bone graft, بتعمل drilling ليها, بتعمل refreshment للايدجز بتاعت الاستيوتوميسايد, بتعمل ممكن بعض الناس يعني بيحقنوها ك PMAT كواحدة من ضمن البوسيبيليتيز يعني للتريتمنت. بس اوف كورس يعني لو حصل نان يونيون هتتعامل معاها كنان يونايتد اوستيوتومي. يعني حضرتك لما بتثبت بسكروز بتقول ايميديت ويت بيرنج سكند داي, سكند داي قصدك على الكعب ولا على ال الويدج شوز؟ الويدج شوز لازم يلبس الويدج شوز اللي احنا وريناها في اخر سلايد, نوريه تاني لو سمحت. دي شوز الويدج شوز كل الفور فوت مفيش تحميل عليها والعيان بيحمل على الجزء اللي ورا دوت, ودي طريقة مشيه بيها, هي بتبقاش مزعجة ولا حاجة. كل اللي هو محتاجه بس ان هو يلبس حاجة عالية شوية, كوتشي او حاجة عالية شوية الناحية التانية عشان يبقى ماشي بالانسد. انما كويت بيرينج او كحركة بيبقى سهل قوي ان هو بيمشي بيها بدون اي مشاكل. يعني زي البنت دي سكند داي او يعني اول فيزيت بعد العملية, وكانت بتمشي من السكند داي لابسة كوتشي والناحية التانية لابسة الويدج شوز او فيرست داي. لا اللابيدوس ما بنعملش معاه الحاجات دي. اللابيدوس انا بحط له باك سلاب طبعا علشان الميد فوت ما يبقاش عليها ستريسز. البلاك سلاب دي بحطها اول 2 ويكس وبعد كده بمشيه على الويدج شوز دي. سؤال بيقول لك الدايركشن اوف ذا سكرو فور فيكسيشن اوف شيفرون اوستيوتومي بيربنديكولار على الاوستيوتومي سايد. تمام. If there is pronation of the first metatarsal, can we do chevron or scarf only or must add other osteotomy? Chevron ولا scarf بتعتمد على قد ايه انتر متاتارسال انجل. تمام؟ ان انا اختار chevron ولا scarf. لو الانتر متاتارسال انجل is mild انا ممكن اعمل chevron. scarf لو كانت long او لو كانت large او moderate انتر متاتارسال انجل. ده السؤال الاولاني. الجزء الثاني ايه بي تقدر يعني ولا you have to add another osteotomy يعني. احنا لا, لا 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 تمام. How to manage persistent displacement of sesamoid bones after correction of hallux valgus. لا ما هو ما فيش حاجه مش بالعافيه, اما هي هتبقى sesamoid دي persistently ليه؟ ما هو اكيد في under correction. اكيد في under correction. يعني الunder correction دوت ليه سبب, اما ان انا ما صلحتش الانتر متاتارسال انجل بصوره كويسه, او ان انا الديسيجن بتاعي في الاوستيوتومي كان غلط, اخترت اوستيوتومي مش مناسب. بس هل الهالوكس كوريكشن ويل ريليف متاتارسالجيا؟ الهالوكس كوريكشن يريليف طبعا متاتارسالجيا ديفينتلي يعني, بس لازم نبقى مشخصين ايه سبب الميتاتارسالجيا. الميتاتارسالجيا اف تي ترانسفيرد ميتاتارسالجيا هتتصلح مع الهالوكس. انما لو ميتاتارسالجيا نتيجه البروبلم موجوده في الميتاتارسس نفسها دي مش هتتصلح. يعني احنا بنلاقي ساعات في اكسسيف لونج سكند ميتاتارس. لما نشوف الكاسكيد بتاع الميتاتارسال هيدز المفروض في كاسكيد معين للميتاتارسال هيدز كده اهوت بيبقوا ماشيين عليه. لو لقيت ان في واحده من ضمن الميتاتارسالز اعلى من التانيين والكاسكيدز ده اللي هو دوت اللي هو موجود عندي دوت بقى ديستربد ان ذيس كيس, يعني لقيته السكند بالذات لقيتها اعلى هنا اهوت, ان ذيس كيس اي الكوركشن اوف هالوكس لوحده مش كفايه, اي هاف تو ميك فايل اوستيوتومي واثر السكند متاتارسال دي وارجع النورمال كاسكيد مره ثانيه بحيث ان هي ما تبقاش اعلى من الطبيعي. فالميتاتارسالجيا حدد بس الميتاتارسالجيا دي ترانسفيرد ميتاتارسالجيا ولا ميتاتارسالجيا سيكندري للونج سكند ميتاتارسال او سيرد سكند ميتاتارسال. وات از ذا بروسيدور فور اسوشيتد كلوتوز ان سيفير كيسز؟ جاوبنا. الكلوتوز او ليسرتوز بروبلمز بتختلف زي ما اتفقنا. لو هي حاجه مايلد او ماينور احنا ممكن نعمل سوفت تيشو ريليز للاكستنسورز بتحسن الموضوع. انما لو كلوتوز موجوده وسيفير وحجمها كبير we have to do some sort of osteotomies. One of the osteotomies is vial osteotomy. زي ما اتفقنا الفايل osteotomy ده بيليز بيشورتن الميتاتارسال وبيحسن السبيس اللي موجود هنا, فبالتالي بتبدأ ان هي تتفرد. Sometimes انا ممكن احتاج ان انا اعمل osteotomy للفيرست proximal pharynx ديت, يا اما بلانتر closing wedge osteotomy
بحيث اصلح الكلوينج تو من الناحيه دي ودورسال كلوزنج ويتش للدورسال فالنكس، فممكن اعمل اوستيوتومي للفالنجيز. اخر حاجه ممكن اصلح بيها ده انا اعمل فيوجن لو ده كله مش مظبوط. الفيوجن بتاعي ان انا بشيل ريسكشن ارثروبلاستي، مش ريسكشن ارثروبلاستي فيو يعني ريسكشن لويتش من الانترفالنجال جوينت، وبفرد الفيست متترسل بالطريقه ديت وبثبته بسكرو او بثبته بي كي واير. عاده الكي واير بيسبب سودو ارثروزس شويه، بس بيبقى اكسبتبل سودو ارثروزس يعني ما بيبقاش يونايتد فولي يونايتد عشان ما فيش كومبريشن، بس عاده ما بيبقاش يعني بيبقى كوركتد والعيان مبسوط ومرتاح وكل حاجه يعني. فدي المانجمنت بتاع كلوينج، بتبدا من اول سوفت تيشو وتنتهي وبعدين اوستيوتومي وتنتهي بفيوجن للانترفرنجال جوينت. اوكي تمام. هاو كان ديستال اوستيوتومي كوركت برونيشن؟ مش هتصلح برونيشن لو هو سيفير لوحدها، ما تصلحش برونيشن. عامه الحالات اللي بيبقى فيها برونيشن دي بتبقى حالات سيفير والانتر ميتاتارسال انج بتاعتها عاليه، ودي بتبقى محتاجه اما ان انا اعمل لها دايفيزيال اوستيوتومي او بيزال اوستيوتومي. فعاده الديستال اوستيوتومي لوحدها مش هتصلح لك برونيشن. في بعض الاسئله عم بتاخد رايك في ديفرنت اوستيوتومي، يعني حد بيقول لك وات اباوت ويلسون اوستيوتومي، وحد تاني بيقول وات اباوت سيري ديستال ميتاتارسال اوستيوتومي اس اي ار اي ديستال ميتاتارسال اوستيوتومي. هامش ما عنديش اي انا ما اعرفش ده ما اعرف اي ويلسون مش عارف برضو الويلسون ما يعني مش عارف النيم. اوبليك يعني. هو اوبليك اوستيوتومي جاست اوبليك اوستيوتومي في النيك اوف ذا ميتاتارس. ده كان بيتعمل زمان يا اسامه ايامنا انت عارف احنا عواجيز شويه. ما هي الاوبليك اوستيوتوميز عامه كلها بتشورت الميتاتارس. انت تتخيل حضرتك عملته صح ما زي الميتشل، بس الميتشل بتعمل ستيب وتعمل ترانسليشن بعد كده. مجرد ان انا اعمل كده اي شورتند الميتاتارس يا شباب باي ديفولت يعني خلاص هي هتقصر. انا هعمل بعد كده ترانسليشن بتاع دي فهتبقى خلاص متترسل اوفر. السلايدنج اللي حصل ده هيخليها تبقى شو. انت ادفايس ان لو باي لاترال تعمل الناحيتين هالوكس فالجاس؟ السؤال ده حلو قوي. في الحقيقه انا مؤخرا بعمله من ناحيتين وبيزد برضو على بيبر يعني كانت اتنشرت. الفكره في حاجه يعني ان التايم كونسامشن بالنسبه للعيان علشان يرجع للنورمال بتاخد تبقى طويله قوي. لو عملت واحده واستنيت الريهابليتيشن وبعدين عملت الثانيه معناه ان العيان برضو مش هينفع يستمتع بالعمليه قوي لانه مش عارف يلبس جزمه لفتره طويله. يعني مش هيلبس جزمه، المقاس بتاع الرجل بيتغير بعد ما بتصلح الهالوكس فالجس. لو كان بيلبس مثلا 40 بيبدا في الاول يلبس 41 وبعد كده بيرجع يلبس 39 لان الرجل اتظبطت. فالفكره ان انت لو صلحت له ناحيه وبعدين قعدت 3 اشهر ريهابليتيشن وبعد كده لبس الجزمه وبعد ما دي ما فشت واشترى الجزمه بيفضل برضو الناحيه الثانيه مش عارف يعمل ماتشنج شوز. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في الاستادي اللي كانوا نشروها ديت ان 30% اونلي من البيشنتس اللي بيعملوا ناحيه بيوافقوا ان يعملوا الناحيه الثانيه. ليه؟ لان كتير منهم بيبقى مش عايز يبقى اكسبيرينس لنفس العمليه ونفس الوقت ودخول العمليات والكلام ده. وان 70% العيانين اللي بيفضلوا ان هم يعملوا الاثنين مره واحده. فبصراحه مؤخرا انا بعمل البايلاترال هالوكس فالجاس بصلح الاثنين مره واحده. How you can correct hallux varus as a complication of overcorrection؟ طبعا دي قصه كبيره قوي. مختلف بقى الفاركس دوت ايه سببه. يعني دلوقتي الهالوكس فاركس الصباع ابتدى يروح للناحيه دي، هل هو اوفر تيشو ريليز لاترالي واوفر تايتنينج ميديالي؟ في الحاله دي احنا ممكن نعمل سوفت تيشو بالانس، وفي بعض بتعمل زي تندون سلينج وبتعديها وتصلح زي ريكونستراكشن لميديال ليجامنت والميديال كبسول اللاترال ليجامنت واللاترال كبسول مره ثانيه. يعني يعمل سوفت تيشو بالانسنج لو كانت القصه بس سوفت تيشو بالانس. بس المشكله ان بيخش ايتمز كتير قوي، يعني الاكسسيف بانيونكتومي ساعات بتبقى السبب. الكوركشن بتاع الاوستيوتومي نفسه، ففي ناس بتعمل ريفرس شيفرن اوستيوتومي، يعني بعمل شيفرن اوستيوتومي وبدل ما ان انا اعمل كانت شيفتد على الناحيه دي برجعها للناحيه الثانيه في الاتجاه الثاني، بس مش كتير عشان ما اعملوش بقى فالجس مش هفضل رايح بيه جاي.
يمين وشمال وبن ريفيرس تشيفرون اوستيوتومي وبثبتها. اخر حاجه بقى ممكن اعمل فيوجن، يعني ده الالتيميت، لان برضو السوفت تيشو ريفيرس تشيفرون الريكانس فيها برضو بيبقى عالي. الحالات اللي بيجي لها فيروس اغلبها واللي قولي هي حاله واحده بس اللي عملت سوفت تيشو بالانس، والباقي كله كنت بعمل له فيوجن لان ما بيبقاش في رول قوي الكونزرفتيف سيرجري فيها. If wedge choose is not available, can I make high heel walking cast? Cast؟ لا، اعمل له باندج ويمشي على كعبه هو، يعني احسن. يعني انت عمل له باندج وخليه هو ماشي يتحرك على كعبه. انما cast ما ليه cast؟ When you will do only McBride؟ طبعا طبعا ده سؤال ده كويس قوي. ده زي اللي نحس العيان بس وما عملوش حاجة، يعني جي قال عمل له McBride. الماك برايد ما ينفعش بروسيدور لوحده قائم بالذاته، وذا سيم بانيونيكتومي كانوت بي سنجل بروسيدور. ان انا اعمل بانيونيكتومي بس او اعمل ماك برايد ريليز بس، الكلام ده اوبسوليت خالص دلوقتي. يعني دلوقتي اتليست لازم يبقى معاهم شيفرون اوستيوتومي او كده، انما اعمل ماك برايد ريليز. هي زي ما اتفقنا احنا السوفت تيشو بروبلمز دي is it primary pathology ولا secondary pathology يا شباب؟ هي secondary للميتاتارسس برايمس فيروس. فانت هتصلح السكندري سوفت تيشو بروبلم دي، دي secondary سوفت تيشو بروبلم هتصلحها وسبت البرايمري كوز ما عملتهوش حاجه. فبالتالي ما فيش حاجه اسمها ماك برايد ريليز لوحده او كابسولورا في لوحده او بانيونيكتومي لوحده. يو هاف تو كوريكت البرايمري باثولوجي اللي موجود. والاسئله خلاص خلصت، بس انا يعني عايز اقول معلومه او مسج للجميع، ان الهالوكس فالجاس بالذات there is no single procedure to correct هالوكس فالجاس. والا لو كان في بروسيدور واحد هيصلح الهالوكس فالجاس ما كانش حتى الان حتى لحظه كلامنا دي يكون اكتر من 300 بروسيدور، ده غير الميني انفيزيف اللي ابتدت تظهر في السنين الاخيره. فاذا ما فيش حاجة اسمها one procedure will correct the deformity. You will need more than one procedure. في الآخر طبعا أنا بشكر أخويا الصغير أو ابني دكتور أسامة الشاذلي على المحاضرة الرائعة، وعلى كمان الدسكشن اللي أنا شايفها أفادت كثير من زملائنا. وبشكرك يا أسامة، وطبعا هنلتقي بيك تاني وتالت وعاشر إن شاء الله، ربنا يحيينا جميعا يا رب. شكرا جزيلا، وبشكر دكتور أسامة عبد الرشيد وبشكر شركة إلكزير على تعاونها معنا. شكرا جزيلا.